بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ملعب الاهلي. النهارده ان شاء الله هيكون عندنا مباراتين غايه في الاهميه. الحقيقه اولى المباريات الرسميه بالنسبه للكابتن حسام البدري وجهازه الفني وجهازه الاداري. المنتخب الوطني الاول سيلاقي منتخب كينيا في تصفيات أمم أفريقيا خلال الفترة القادمة 2020 كل أو 21. كلام مهم جدا جدا هنتكلمه عن هذه المباراة. أما المباراة الثانية فهي المباراة الأخيرة لمنتخبنا الأولمبي في دوري المجموعات بعد وصول منتخبنا الأولمبي إلى الدور نصف النهائي. المنتخب الأولمبي اليوم يسعى في مباراته ضد منتخب الكاميرون إلى الفوز عليه للتأكد أو لصدارة هذه المجموعة لأسباب كثيرة جدا اتكلمنا مع حضراتكم فيها امبارح بالليل. التوقيتات ان تفضل تلعب الساعة 8، تفضل تلعب في استاد القاهرة. أول المجموعة والناحية المعنوية أو الحالة المعنوية للاعبين، أنت تلاقي الفائز بالمركز الثاني من المجموعة الثانية. كل الأمور دي كابتن شوقي غريب أكيد حاططها في دماغه. الأداء الرائع اللي قدمه منتخبنا الأولمبي في المباراة الأخيرة أمام منتخب غانا بيدفع كل المصريين وبيزيد طموح كل المصريين إن شاء الله نحن نصل إلى الدور قبل النهائي ونصعد إلى أولمبياد طوكيو القادمة وإن شاء الله نفوز بهذه البطولة. بل بالعكس كمان الكل أصبح عنده طموح كبير للفوز بميدالية بعد هذا الأداء الرائع خصوصا في الشوط الثاني أمام المنتخب الغاني. وبالتالي مباراتين غاية في الأهمية سواء لمنتخبنا الوطني الأول الذي سيلاقي زي ما قلت لحضراتكم منتخب كينيا في استاد برج العرب بالأسكندرية، أما المباراة الثانية ستقام في تمام الساعة 8 في استاد القاهرة. منتخبنا الوطني الأولمبي سيلاقي منتخب الكاميرون. المباراة الأولى سيكون فيها منتخبنا سيلاقي منتخب كينيا في تمام الساعة 6 بعد أقل من ساعة من الآن. سريعا نروح إلى تشكيل منتخبنا الوطني الأول في مباراته ضد كينيا. محمد الشناوي في حراسة المرمى، ثم أحمد فتحي ناحية اليمين، محمود علاء وأحمد حجازي اثنين ستوبرين، وعبد الله جمعة ناحية الشمال، عمرو السولية وطارق حامد اثنين في وسط الملعب، ومحمد مجدي قفشة من أمامهم، على شماله محمود تريزيجيه وعلى اليمين حسين الشحات بعد عودته من إصابة خفيفة جدا. ومفاجأة الكابتن حسام البدري في تشكيل منتخبنا الوطني اليوم، محمود كهربا سيكون في مركز رأس الحربة في واحدة من المفاجآت للكابتن حسام البدري في تشكيلته للمنتخب الوطني الأول أمام منتخب كينيا. مرة تانية شناوي ومحمود علاء وأحمد حجازي، على الشمال عبد الله جمعة، أحمد فتحي، عمرو السولية وطارق حامد، محمد مجدي قفشة وتريزيجيه وحسين الشحات، وفي الأمام محمود كهربا. طيب خلينا بقى نروح لجرافيك هذه المباراة. مباراة طبعا منتخبنا الوطني الأول، معلش احنا عندنا مباراتين النهاردة فهنتكلم دائما عن المباراتين، ولكن هنتكلم أولا عن المنتخب الأول وجرافيك هذه المباراة. مجموعة مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، مجموعة السبعة، مصر وكينيا وتوجو وجزر القمر. قائمة منتخبنا الوطني الأول: محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام، أحمد فتحي ومحمد هاني وأحمد حجازي وعبد الله جمعة ومحمود وحيد ومحمود علاء ورامي ربيعة وباهر المحمدي وأيمن أشرف. أما خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، محمد النني، أفشة، حسين الشحات، أحمد سيد زيزو، محمود حسن، تريزيجيه، كريم طارق، وخط الهجوم: حسام حسن ومروان حمدي وأحمد جمعة وكهربا. كابتن حسام البدري مديرا فنيا. أما غيابات منتخبنا الوطني الأول: محمد صلاح وحمدي فتحي، أحمد حسن كوكا. حكام هذه المباراة: حكما للساحة اليوم ألومي من الكاميرون، حكم مساعد ألفيز نوبي من الكاميرون، سندا أوماريو أيضا كاميروني الجنسية. أما الحكم الرابع بلايزي نجوى من الكاميرون أيضا. أما مراقب المباراة يوسف جيدي من جيبوتي. طيب ده كان جرافيك مباراة منتخبنا الأول، وزي ما قلت لحضراتكم دايما هنتكلم على المباراتين سواء مباراة منتخبنا الوطني الأول أو
مباراة منتخبنا الوطني الأولمبي في هذه المهمة القومية الحقيقة اللي بيؤديها منتخبنا الأولمبي بشكل رائع جدا حتى الآن. 6 نقاط من مباراتين، إن شاء الله النهاردة نصل لنقطة رقم 9، وما نشوف بقى الأداء النهاردة هيبقى عامل إزاي وكيفية عمل الروتيشن من قبل الكابتن شوقي غريب في هذه المباراة. ناخد جرافيك أيضا منتخب مباراة منتخبنا الأولمبي أمام منتخب الكاميرون. كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المجموعة الأولى، النهاردة الخميس 14 نوفمبر 2019 منتخبنا الوطني سيلاقي منتخب الكاميرون في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، ومنتخب مالي أيضا سيلاقي في نفس التوقيت منتخب غانا أيضا من الجولة أو في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى. باقي مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثانية، الجمعة هتبقى بكرة إن شاء الله 15 نوفمبر 2019 منتخب نيجيريا سيلاقي منتخب جنوب إفريقيا، ومنتخب كوت ديفوار سيلاقي منتخب زامبيا، المجموعة دي مشتعلة للغاية. جدول ترتيب المجموعة الأولى، مصر في المركز الأول ويكفيها كده كده الحمد لله وصلنا، ولكن يعني يكفينا التعادل لتصدر هذه المجموعة، ثم الكاميرون في المركز الثاني ب4 نقاط، ثم غانا في المركز الثالث بنقطة واحدة، وخروج منتخب مالي واحد من أهم وأقوى المنتخبات في هذه البطولة ولكن خرج بعد المباراتين ويمتلك من النقاط ولا نقطة. المجموعة الثانية زي ما بقول لحضراتكم مجموعة صعبة جدا، جنوب أفريقيا في المركز الأول ب4 نقاط، نيجيريا في المركز الثاني ب3 نقاط، كوت ديفوار في المركز الثالث ب3 نقاط أيضا، وزامبيا في المركز الأخير بنقطة واحدة، ولكن عندها أمل كبير إن شاء الله في إن هي تصعد على حسب بقى المباراة بتاعت بكرة. ده جدول ترتيب المجموعة الثانية. أما قائمة منتخبنا الوطني الأولمبي، عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي وأسامة جلال والجزار وأحمد رمضان بيكم ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي. أما خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر ومحمد صادق. خط الهجوم رمضان صبحي إمام عاشور عبد الرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وناصر منسي. كابتن شوقي غريب مديرا فنيا لمنتخبنا الوطني الأولمبي. طيب دي اخر حاجه معانا النهارده، احنا هنتكلم بسرعه جدا النهارده، ولكن خلينا بعد ما شفنا جرافيك هذه المباراه هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل فقرتنا الاولى دكتور احمد ثابت، اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بمباراه منتخبنا الوطني الاول امام منتخب كينيا، وايضا اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بمباراه منتخب مصر والاولمبي ضد منتخب الكاميرون ان شاء الله التي ستقام في تمام الساعه 8. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل دكتور احمد ثابت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، هنتكلم عن منتخب مصر ومنتخب الكاميرون ومنتخب مصر الاول ومنتخب كينيا. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ خلينا نبدا على طول لانه ما عندناش وقت نتكلم عن نبدا بالمنتخب الاولمبي، دائما ما هيكون المنتخب الوطني هو في الاخر عشان نكون قربنا من المباراه. تمام. منتخب الوطني الاولمبي سيلاقي منتخب الكاميرون اليوم، التشكيل المتوقع لمنتخب الكاميرون وايضا طريقه لعب المنتخب الكاميرون. تمام. يمكن منتخب الكاميرون طبعا بيدربهم سونج اللاعب اللي كان مدافع الكاميرون الشهير، انا بتفائل بيه عموما. هم بيلعبوا 4-3-3 او 4-3-2-1، في حراسه المرمى سيمون ده بيلعب في القطن الكاميروني، الاثنين المساكين جيلاما وعمر جونزاليس، ميبازيو ده واحد من الباكات اليمين المميزه قوي عندهم، الباك اليمين مميز بالانطلاقات والعرضيات، رافائيل انابا بيلعب في ليون الفرنسي ده الباك ليفت، الثلاثة اللي في النص صامويل أوم ويان بيرسي، يان بيرسي ده بيلعب في غرناطة الأسباني، وفيكتور إيكاني، إيريك الجناح اليمين بيلعب في عثمان لسبور التركي، الكيفن سوني وهو أهم لاعب في منتخب الكاميرون رقم 10 بيلعب في أسبانيول بي الأسباني، واللي قدام طبعا يعتبر برضو من أهم اللعيبة فرانك إيفينا مهاجم بايرن ميونخ، هداف واحد من هدافين البطولة، مهاجم بايرن ميونخ معار حاليا لنادي في الدرجة الثالثة في ألمانيا، وطبعا من هدافين البطولة، يعتبروا أخطر 2 لعيبة رقم 7 فرانك إيفينا وكيفن سوني اللي هو الجناح الشمال رقم 10، والباك اليمين أوليفر ميبازيو اللي هو الجناح الظهير الأيمن المميز جدا بالعرضيات.
يمكن يا كابتن اسلام النقطه الفيصليه في منتخب الكاميرون، اهم نقطه قبل المباراه في منتخب الكاميرون الضربات الركنيه والضربات الثابته، الباترن بتاعهم او الاسلوب بتاعهم في الضربات الركنيه بيطبقوا ازاي. لو بصينا على الصوره هنلاقي ان هم دايما بيلعبوها عند دايره منطقه الجزاء. يمكن اللعيبه بتتحفظ طبعا قبل المباراه، مثلا بيبقوا واحد اهو واقف مع حارس المرمى بيعمل سكرينه من منتخب الكاميرون، واربعه حوالين الدايره. الكره دايما بتتلعب عند اللي هي الدايره اللي بتتلعب عندها ضربه الجزاء دايما. فنبص كده هنلاقي ان الصوره اللي فوق اهي هتتلعب لسه عرضيه، هنلاقي ان في المدافع بيطلع عليهم، بيطلع في الصوره اللي تحت على دايره منطقه الجزاء. اذا منتخب مصر لازم يخلي باله من الضربات الركنيه والضربات الثابته. منتخب الكاميرون على فكره مسجل هدفين من ضربات ثابته في البطوله. الصوره اللي بعدها هنلاقي برده نفس الكلام اهو، ادي ضربه ثابته بتتلعب فين؟ بتتلعب عند الدايره اللي هي قوس اللي بيتلعب من عنده ضربه الجزاء. ده مهم جدا الضربات الثابته، واخطر حاجه في منتخب الكاميرون غير فرانكي افينا غير كيفين سوني غير ميبازيو هي الضربات الثابته. سونج عقليه مدافع، واضح جدا ان هو بيحفز المدافعين ان هو يطلعوا بالضربات الثابته، تكتيك مميز جدا. لو بصينا برده على الصوره اللي بعدها هنلاقي اهي دي الهدف اللي جابوه في مرمى مالي من ضربه ثابته، برده اتلعبت على داي كلهم بره، اتلعبت جوه على الدايره بالظبط، التوجيه بيبقى على الدايره. وهنا بالتالي عندنا محمد عبد السلام النهارده بيبقى ليبرو، لازم يكون واخد تعليمات بالتغطيه في الحته دي تحديدا في الضربات الثابته والضربات الركنيه. لو بصينا برده على الصوره اللي بعدها، ده هدفهم في المباراه الاولى من ضربه ثابته، فرانكي فينا المعار المعار من بايرن ميونخ، واحد من احسن اللاعبين اللي ظهروا بشكل قوي جدا في البطوله مع منتخب الكاميرون. لو بصينا على مقارنه سريعه ما بين ارقامه وارقام مصطفى محمد، هنبص نلاقي ان فرانكي فينا طبعا بيلعب في نادي في اللي هو في الدرجة الثالثة في ألمانيا، معار من بايرن ميونخ، ومصطفى محمد في نادي الزمالك. يمكن فرانكي فينا مسجل هدفين، واحد بالقدم اليمنى وواحدة بالقدم اليسرى، مفيش ولا هدف بالراس، قيمته التسوية 800,000 يورو. مصطفى محمد مسجل هدفين الاثنين بالراس، قيمته التسوية 600,000 يورو. نبص برضو على كيفين سوني، زي ما قلنا الجناح الشمال بتاعهم واحد من أهم اللعيبة بيلعب في اسبانيول، وعندنا طبعا رمضان صبحي أهم لاعب وواحد من أهم اللعيبة في البطولة. رمضان صبحي قيمته التسوية 5 مليون يورو، كيفين سوني 300,000 يورو، بيلعب في اسبانيول بيل اسباني. الاثنين طبعا لعبوا مباراتين، رمضان بيتفوق من كل حاجه، من احراز الاهداف، من صناعه الاهداف، من المراوغات الناجحه، من صناعه الفرص. دي يمكن مقارنات سريعه. يبقى زي ما قلنا منتخب الكاميرون لازم نخلي بالنا النهارده من الجبهه اليمنى، ميبازيو اللي هو الجناح الظهير الايمن مميز جدا، الحاجه الثانيه عندهم كيفين سوني الجناح الايسر مميز جدا، والمهاجم الخطير فرانكي فينا. نقلل جدا من لعب الضربات الثابته والفاولات اللي ملهاش لازمه حوالين منطقه الجزاء، لان هم واحد من اهم اسلحه منتخب الكاميرون في البطوله هي الضربات الثابته والضربات الركنيه. وزي ما قلنا بتتلعب فين؟ بتتلعب عند القوس بتاع منطقه الجزاء، الدايره اللي هي بتاعه ضربه الجزاء. ايوه دي تحديدا ابرز نقاط الحاجات يعني المميزه جدا. الكرات الثابته يجب ان المنتخب الوطني الاولمبي ياخد باله من الكرات الثابته، دي اهم حاجه. بعد كده لو لعبنا لعبنا بالشكل اللي لعبنا في الشوط الثاني اعتقد هتبقى الامور ان شاء الله نتفوق يعني باذن الله. طيب نقفل صفحه منتخبنا الوطني الاولمبي ونروح لمنتخبنا الوطني الاول وطريقه لعب منتخب كينيا امام منتخب مصر في اولى المباريات الرسميه للكابتن حسام البدري. يمكن طبعا التشكيل حتى كمان تم اعلانه بتاع منتخب مصر، يمكن كابتن حسام البدري بيلعب 4-2-3-1، كهربا كمهاجم وهمي بيحاول ان هو برده نفس فكر فايلر مع النادي الاهلي ان هو بينزل يسقط زي جونيور اجايه كده، هتبقى نفس الفكره ان الثلاثه اللي جايين من تحت اللي هو قفشه حسين الشحات تريزيجيه. طبعا بالتوفيق النهارده لمنتخب مصر. منتخب كينيا يمكن حصل تغيير، مسكهم المدرب فرانسيس مدرب كيني، ده مسكهم بعد كاس الامم الافريقيه الاخيره. هم بيلعبوا دايما بال 4-5-1 طريقه لعبهم. الحارس باتريك ده بيلعب في سان جورج الاثيوبي، الاثنين المساكين واحد في كينيا وموسى محمد في نكان الزامبي. الباك اليمين بيلعب في جور ماهيا الكيني، برضو الباك الشمال عبود حاليا بدون نادي. يمكن هم بيلعبوا 4-5-1، الثلاثه الارتكاز فيكتور ونياما نجم توتنهام الانجليزي، جوهانا ده بيلعب في سيركل بلوج البلجيكي، ودينيس والاجنحه طبعا ايوب ده واحد من اهم اللعيبه اللي هو رقم 7 في منتخب كينيا، ده لعيب بيلعب في الدوري الصيني، لعيب حريف جدا. والناحيه الثانيه ايريك، وقدام مايكل اولونجا اهم واحد من اهم اللعيبه، المهاجم التارجت طوله 193 سنتي، مهاجم يعني طويل جدا. 12 و7 و14 14 و7 و12 مظبوط، هم دول اخطر ثلاث لعيبه، والثلاثه كمان يمكن فيكتور ونياما كلنا عارفينه بيلعب في توتنهام الانجليزي وقيمته التسويه 15 مليون يورو. لكن مايكل اولونجا ده محترف في الدوري الياباني، في الدوري الياباني اللي هو المهاجم، مهاجم طويل مميز قوي هو بالضربات الثابته وضربات الراس والضربات الركنيه.
ايه التكتيك او ايه التنظيم الدفاعي بتاعهم عامل ازاي؟ اهم حاجه النهارده منتخب كينيا هيبقى غالبا في اغلب الوقت عايزين نشوف شكل الحاله الدفاعيه بتاعتهم بيبقى عامل ازاي، لان هو اغلب الوقت بيبقوا عاملين بنبص هنلاقي ان التنظيم الدفاعي دايما بيلعبوا بال4 5 1، هنلاقي ان اولونجا هو اللي بيضغط. ده كان مباراتهم قدام السنغال في كاس الامم، كولوبالي طبعا بيحضر الهجمه في منتخب السنغال، اولونجا بيضغط عليه والاربعه هم في وسط الملعب والخمسه في وسط الملعب والاربعه ورا. فده يمكن طريقه دفاعهم كالمنظم. طبعا بيبقى فيه مساحات ورا الاثنين الارتكاز دول تحديدا يقدر يستغلها محمد مجدي قفشه في نوعا ما الخطوط متباعده. الصوره اللي بعدها برضه هنبص نلاقي ان هم عندهم مشكله، اهم مشكله في منتخب كينيا النهارده المساحات اللي ورا الباك اليمين اللي يقدر يستغلها محمود حسن تريزيجيه، يقدر يخرج كرجل للمباراه من خلال المساحات دي. لو بصينا ده هدف مثلا في شباك كينيا في قدام تنزانيا في كاس الامم، بص حضرتك المساحه قد ايه، بص التغطيه، بص كينيا اللي لابسه احمر عشان الناس تكون مركزه، كينيا اللي لابسه احمر اللي هم الثلاثه المدافعين اللي ورا واللي عليه السهم هناك ده مهاجم تنزانيا اللي هو سماته، الكره بتتلعب له مساحه فاضيه وجا منها هدف. فاذا عندهم ثغره في الحته دي. الصوره اللي بعدها برده نفس الصوره قدام مين؟ قدام منتخب الجزائر. قدر من خلالها رياض محرز اتلعبت في المساحه اللي ورا الباك اليمين عملها عرضيه، او اسماعيل بن ناصر عملها عرضيه لرياض محرز نفس الهجمه. اذا عندهم مشكله واضحه وار في المساحه، يقدر النهارده يستغلها مين؟ محمود حسن تريزيجيه ممكن يكون واحد من نجوم المباراه في الحته دي تحديدا. وبرده عندنا الباك ليفت ممكن عبد الله جمعه باختراقاته في الحته دي يفرق، الجبهه دي تحديدا ممكن تكون سر فوز منتخب مصر الاول النهارده ان شاء الله على كينيا. نبص برده بعد كده على الصوره اللي بعدها هنلاقي يعني برضه في صورة معنا. في برضه لقطات لاولونجا المهاجم، اولونجا ده واحد من اهم اللعيبه. لو بصينا بقى على مين اخطر ثلاث لعيبه اللي حضرتك اتكلمت عنهم اللي هم اخطر ثلاث لعيبه، اخطر ثلاث لعيبه في منتخب كينيا فيكتور ونياما وايوب تيمبي ومايكل اولونجا. فيكتور ونياما 28 سنه بيلعب لاعب ارتكاز في توتنهام الانجليزي، المشاركات الموسم ده مشاركتين، طبعا هو لاعب قليل في الدوري الانجليزي الموسم ده. عدد المشاركات الدولية هو كابتن الفرقة 52 مباراة دولية. ايوه. مسجل كام هدف دولي؟ 7 أهداف. قيمته التسوية 15 مليون يورو. اللعيب الثاني اللي هو أيوب تيمبي اللي هو الجناح اللي هو بيلعب في الصين اللي هو هيبقى بيستغل المساحات اللي ورا عبد الله جمعة، لعب السنة دي في الدوري الصيني 12 مشاركة، مسجل هدفين وصانع هدفين. لعب كام مباراة دولية؟ 14. عدد الأهداف الدولية 4. قيمته التسوية ده ثاني أغلى لاعب 900 ألف يورو. ايوه. ثالث لاعب وده انا بعتبره واحد من اهم اللعيبه وممكن يكون اهم لاعب اللي هو مايكل اولونجا المهاجم الطويل ده اللي هو بيلعب في كاشيوا الياباني، سنه 25 سنه 29 مشاركه، مسجل كام جون؟ 19 هدف، رقم كبير. ياه 19 هدف في الدوري الياباني وسبع اسيست. عدد المشاركات الدوليه 21 مباراه دوليه، مسجل دولي عنده اكتر لعيب مسجل اهداف دوليه في المنتخب دلوقتي 10 اهداف دوليه، قيمته التسويه 700 الف يورو. يمكن دول اهم ثلاث لعيبه في منتخب كينيا النهارده قدام منتخب مصر، واثروا بشكل كويس مع منتخب كينيا في كاس الامم الافريقيه. ما كانوش يعني كانوا متواجدين، كانوا موجودين طبعا بشكل ايجابي. كانوا في مجموعه صعبه اللي فيها السنغال والجزائر اللي هم وصلوا اصلا نهائي كاس الامم الافريقيه. طيب هل مع تغيير فرانسيس كيمانزي للمدير الفني بعد بطوله كاس الامم الافريقيه هل من الممكن ان نرى اسلوب مغاير لمنتخب كينيا؟ دي هتبقى حاجه غامضه بصراحه الكابتن حسام البدري، ان انت اول مباراه هتقعد تشوف مباريات، انت على الاقل عشان تذاكر الفرقه لازم تذاكر ثلاث ماتشات، فالثلاث ماتشات دول في كاس الامم، المدرب جاي بفكر جديد، هل هيلعب ب 4 5 1 زي ما كان بيلعب ولا هل ممكن مثلا يفاجئ؟ اعتقد بعد اول نفس العناصر، وبعد كده بعد اول 10 دقائق الدنيا كلها بتبان هتبقى يعني. باينه يعني. عموما كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الاول في هذه المباراه. مشكورك يا دكتور احمد، ان شاء الله نتقابل بعد نهايه المباراتين. شكرا كابتن اسلام. شكرا جزيلا للدكتور احمد ثابت. زي ما قلت لحضراتكم احنا مكملين مع حضراتكم بعد هذه الفقره، اتكلمنا عن المنتخب الوطني الاول واتكلمنا عن المنتخب الوطني الاولمبي. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنلتقي بثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير، النجم الكبير كابتن ماهر همام، ونجم الكبير الكابتن اسامه حسني. هنتكلم ايضا عن مباراتي منتخبنا الوطني الاول ومنتخب منتخبنا الوطني الاولمبي بعد الفاصل. نجوم الكبار يكونوا مع حضراتكم. اهلا
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك كابتن فتحي؟ يا كابتن اسلام حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. النجم الكبير كابتن ماهر همام. انا كابتن اسلام، اهلا بيك يا كابتن. الله يخليك يا كابتن. النجم الكبير كابتن اسامه حسني. ازيك كابتن اسامه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. كابتن فتحي خليني ابدا نتكلم الاول عن المنتخب الاولمبي وبعد كده نتكلم عن المنتخب الاول. عندنا مباراتين هامتين الحقيقه النهارده. خليني ابدا بالمنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي الحقيقه ادى مباراتين رائعتين، يعني خد 6 نقاط. المباراه الثانيه خصوصا الشوط الثاني كان الافضل للمنتخب الاولمبي في المباراتين السابقتين. تتوقع النهارده منتخبنا الاولمبي، هل من الممكن ان الكابتن شوقي غريب يغير في التشكيل من وجهه نظرك؟ وقال ان هو مش هيغير غير 1 أو 2، ولا الافضل ان هو يغير مجموعه كبيره في هذه المباراه؟ لا، هو اكيد هو بيطمع في المركز الاول. تمام. المركز الاول يكفيه التعادل عشان يحب الاول، فاذا لابد انه يغير، مش يغير لمجرد تغيير لراحه بعض اللاعبين. لو لعيب عنده انذار يخاف ان هو ياخد الانذار الثاني هتبقى له مشكله، زي النهارده عمار مش هيلعب لان عنده انذارين. الفرقه كابتن اسلام، احنا يمكن كنا في اول استوديو في الافتتاح، كانت الفرقه لسه ما هياش واقفه على رجليها، فرقه خبراتها الميدانيه. حضرتك قلت الافتتاح دايما بيبقى كده، وقلنا الخبرات الميدانيه، وقلنا لسه الدفع والضغوط وكده. الماتش الثاني هم تحرروا من الضغوط دي وجربوا وحسوا بالجمهور، فبانت الروح القتاليه العاليه جدا لفرقه منتخب مصر، ودي اللي كسبتهم المباراه، بدليل انت كسبت فيه الربع ساعه الاخير. انت ما كسبتش من اول المباراه، انت دايما بيخش فيه الجول ترجع لها، يخش فيه الجول وبترجع لها. دي تدل على ايه؟ تدل على ان روح الفريق ما بتفقدهاش، لان لو روح الفريق فقدته ودخل فيه الجول خلاص انتهى كل شيء. نعم. فدي دلاله على ان الفرقه متماسكه والروح معده، او الاعداد النفسي اللي عامله الكابتن شاوي والجهاز بتاعه، غير البدني والمهاري والخطط، غير الاعداد النفسي اللي هو بيؤثر على الناحيه المعنويه لاعبها وروح الفرقه، هو اللي بيخلي الفرقه متماسكه ولا تنهار، بل بالعكس انها بتصمد. والروح فين؟ في نتائج الماتشات، انك في اخر الربع ساعة أو في آخر الشوط أو في آخر المراحل الأمطار الأخيرة بتقلب النتيجة وبتكسبها، وده وضع طبيعي لمنتخب مصر. أتوقع له النهاردة إنه إن ما كسبش، إن ما يعني ما تعادلش، يعني مش هيخسر إن شاء الله. الماتش إن شاء الله بإذن الله ما فيش خسارة، لكن لما كسبش هيتعادل، وكده كده هو هيتصدر المجموعة. هو يحافظ بس على لعبته اللي هم يعتبروا مفاتيح لعبه، واللي بيكسبوه الماتش ده ما يطمعوش، ويحاول يجذب بيهم يخليهم. طبعاً. لان المباراه اللي جايه هتكون اهم من دي طبعا. هي مباراه الصعود، هي دي، لانك لو كسبت المباراه اللي جايه في اول التصفيات دخلت على اول وثاني على الوسط بالظبط، وبعد كده بقى نشوف. ايوه، القوه الضربه بقى تفرق في المباراه القادمه ان شاء الله. كابتن ماهر، كابتن فتحي يبقى يعني اقرب الى ان هو يقول ان هناك بعض، يجب ان يكون هناك بعض التغييرات، حضرتك مع الراي ده، ولا حضرتك مع مدرسة ان انا العب البطولة كلها بمجموعة من اللاعبين؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا منتخبنا الاولمبي مع كابتن شوقي غريب، يعني كابتن شوقي بخبرته في المنتخب الاول وخبرته قبل كده في الاولمبيات ووصوله للمركز الثالث، ساعدنا بشكل كبير جدا في الاداء اللي شفناه من بداية البطولة. الدوافع اللي اتكلم عليها كابتن فتحي والروح القتالية هي سمة وشكل واداء منتخبنا الاولمبي من بدايه البطوله، ويمكن 45 دقيقه واضحه قوي في المباراتين هي كانت الشراره او الستارت الحقيقي لمنتخب الاولمبي. الاداء المتميز للاعبين نتيجه الروح القتاليه العاليه اللي هم بيادوا بيها هو اللي وصلنا للمكسب والعلامه الكامله. أيوه. في المباراتين التدوير مهم جدا اسلام، وكابتن شوقي غريب اتكلم على ان بعض الاماكن يمكن فيها انذارين زي عمار، عمار كده كده مش هيلعب. بعض الاماكن فيها اصابه زي ناصر ماهر، بعض الاماكن في الباك ليفت بالفتوح افتكر هو ده يمكن الاماكن اللي ممكن تكون هيحصل فيها تغيير بالنسبه للكابتن شوقي غريب. الثبات مهم جدا في المباريات اللي بالشكل ده، ثبات التشكيل اللي بيقوم به كابتن شوقي غريب هو اللي بيديله الفعاليه وبيديله العلامه الكامله في المباراتين السابقتين. لكن التدوير كمان مهم جدا يا كابتن اسلام على اساس راحه بعض اللاعبين، وانا شايف ان كابتن شوقي غريب التشكيله التدوير هيبقى من خلال لاعب او اثنين،
لكن الدوافع اللي موجوده عنده مهم جدا. العلامه الكامله في المباراه الثالثه في المكسب ده كمان بياكدنا ان احنا مش هنبعد عن استاد القاهره، يعني مش هنبعد عن الملعب الرئيسي اللي احنا بنلعب من خلاله اللي بيمثل بعبع للفرق الافريقيه. فمهم جدا زي ما كابتن فتحي قال، يا المكسب يا التعادل، على اساس نبقى اول المجموعه وما نطلعش من استاد القاهره اللي هو بيمثل ثقة كبيرة جدا لمنتخب مصر ومنتخب الأولمبي. أتمنى بقى كابتن إسلام إن الشوط الأولاني 45 دقيقة يزيد الشوط الثاني، لكن نفسيا يمكن لعيبة منتخب مصر حاسة بالمكسب وخايفة وقلقانة على المكسب، فبيحصل نوع من التراجع بشكل جيد شفناه يمكن خلال الشوطين المباراة السابقتين. نتمنى إن احنا نستمر بالدوافع دي طوال ال 90 دقيقة، وكلنا ثقه في لعبتنا اللي بيظهروا بمظهر جيد جدا اذا كان فرديا او جماعيا، فده بيدل على اساس ان في حاجات الكابتن شوقي غريب محفظه للعيبه من الجمله التكتيكيه، من التوازن في الدفاع، بعض الاخطاء طبعا الدفاعيه الكابتن شوقي غريب بيشتغل عليها في اليومين اللي قبل مباراه الكاميرون. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ما نشوفش الاخطاء ديت، ونزود من الحاجات الايجابيه اللي احنا شفناها من خلال لعبتنا، خصوصا في التلت الاخير من الناحيه الفرديه، من الناحيه الجماعيه، من ناحيه الجمل اللي حافظينها لعيبه المنتخب الاولمبي. فنتمنى ان شاء الله باذن الله التدوير يبقى ايجابي، عدده ما يزيدش عن اكتر من 2 لعيبه، ويدي فرصه للاعبين الاخرين، خصوصا لعبتنا كلها يمكن مش عايزين نقول في اساس يحتاج فيه، كلهم شبه بعض وكلهم قريبين في المستوى تمام. مع بعض تمام. كابتن اسامه، مع انهي مدرسه؟ مدرسه التغيير ولا مدرسه الابقاء على اللاعبين هم؟ ولو هتغير هتغير مين؟ انت البطوله بتتكلم من يوم 8 ليوم 22، فبتتكلم في 14 يوم، 14 يوم بتلعب فيهم 5 مباريات بحمل عالي وتركيز عالي، ان شاء الله نوصل للنهائي، فده هيبقى حمل كبير جدا على اللاعبين. لا قدر الله ممكن تفقد لعيب في المشوار وانت ماشي في الاسبوعين في مباراه مهمه او لعيب مهم، انت وصلت للهدف بنسبه 90% انك انت متصدر المجموعه. النهارده زي ما كابتن فتحي بيقول، تعادل او مكسب خلاص انت اول المجموعه. بس خلي بالك هي مش فارقه كتير اول او تاني، كل الفرق الناحيه الثانيه شبه بعض، نيجيريا زي جنوب افريقيا زي ساحل الاجزاء زي زامبيا، كل الفرق يعني شبه بعض، لكن ان شاء الله يعني نطلع الاول في اول المجموعه. انا مش من هواه ان انا اغير في خط الظهر او الديفنس، ممكن نغير. انت النهارده مضطر انك تغير عمار حمدي عشان عنده انذارين، ناصر ماهر اللي كان بيلعب اتعور، فانت النهارده مين اللي توظف في الحته دي؟ من وجهه نظري يدخل رمضان بيكهام، احمد رمضان بيكهام لعيب بيجيد في نص الملعب الوسط، اللعيب المدافع بيعرف يقطع الكوره، بيعرف يمرر تمرير كويس، وكمان عنده نواحي هجوميه كويسه اعلى كمان من اكرم توفيق. وممكن تدخل الجزار يبقى هو الثالث في خط الظهر، يبقى محمد عبد السلام محمد او غنام محمد لعيب بيلعب في الانتاج وبيعتمد عليه دايما الكابتن مختار مختار. بالمناسبه انا مرنت الاثنين في شباب الاهلي وهم 97 لما كنت موجود، فانا عارف غنام وعارف رمضان بيك. رمضان بيكهام اعلى اقرب لرمضان بيكهام هو خلي بالك هو كان بيلعب اصلا هاف ديفندر في المكان ده سنه كل فتره الناشئين اللي وظفه المدير الفني بتاع دجله، فهو بيجيد في الحته دي اعلى كمان من غنام محمد. لكن غنام محمد لعيب برضو قوي في نص الملعب، بيجري كتير، بيقدر يقطع الكرة زيه زي أكرم توفيق، لكن اللي بيزيد رمضان بيكهام إنه بيعرف يمرر التمريرات الأمامية اللي بيصنع منها الأهداف. الحتة الأمامية بقى أيوة. احنا اتكلمنا على عمار حمدي، مصطفى محمد، بقية اللاعبين اللي متواجدين في عندك عبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن مجدي لعيب نادي الإسماعيلي، لعيب لشوى اللي بيبقى ناحية اليمين، ما شاء الله المباراه اللي فاتت كان هو نقطه تحول في المباراه لما كابتن شوقي غريب مزبوط. دفع بيه، كان حتى هو يعني التسديده اللي سددها وعمل نشاط في ناحيه اليمين. يبدا النهارده وياخد لعيب عجبني شخصيته، ما دخلش راهب الموقف وانت خسران او انت متعقى وانت خسران هو نازل، لا عنده الشخصيه ما بيخافش، بيستلم بيراوغ بيروح. فانا ما اعتقد لو بدا بيه النهارده برضو هيبقى صلاح محسن اعداد بقى رمضان ومصطفى، ممكن عندك 2 النهارده، عندك رمضان صبحي مصطفى محمد من العناصر الاساسيه القويه، ممكن يكونوا موجودين معاك على الدكه. أيوة. صلاح محسن يبتدي راس حربه، وعندك النهارده رمضان صبحي ممكن يريح ويلعب امام عاشور. فانت النهارده بتعمل توازن. الحاجه الثانيه ان اقدر الاقي بقى رمضان صبحي ومصطفى محمد القوه الضربه في المباريات القادمه، انت خاصه انت كل مباراه بتلعبها بتريح 48 ساعه، توصل ان شاء الله قبل النهائي انت هتريح 3 ايام، فالعمليه برده قصيره. تمام، خلينا نطلع نشوف اخر استعدادات منتخبنا الوطني الاولمبي لهذه المباراه، ونرجع نكمل سريعا جدا في هذه المباراه.
يدخل منتخب مصر الأولمبي لقاء اليوم أمام الكاميرون وهو في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم غانا في المركز الثالث بنقطة واحدة، ويتذيل منتخب مالي جدول ترتيب المجموعة من دون رصيد. ضمن المنتخب الأولمبي تأهلا إلى الدور النصف النهائي بعد الفوز في لقائي الجولتين الأولى والثانية أمام مالي بهدف من دون رد وأمام غانا ب3 أهداف مقابل 2. يبقى على بعد خطوة من حجز تذكرة العبور إلى أولمبياد طوكيو 2020 إذا تمكن من حجز أحد المقاعد 3 الأولى في البطولة. يدرك شوقي غريب المدير الفني للفراعنة أن منتخب الكاميرون قوي للغاية، يعتمد على الكرة الجماعية، لا يبرز نجم بعينه كما يقوده فنيا واحد من أساطير القارة الإفريقية ألا وهو سونغ، لكن يبقى الهدف الرئيسي خلال تلك المواجهة هو الفوز وتصدر المجموعة حتى يواصل الفراعنة اللعب في استاد القاهرة وبنفس موعد المباريات للحفاظ على برنامجهم التدريبي كخطوة هامة نحو التأهل لأولمبياد طوكيو والتتويج بالبطولة. درس شوقي غريب إمكانية عمل تغييرات في التشكيلة خلال لقاء اليوم بحيث لا تؤثر على حساب أداء المنتخب ونتيجة الفريق، وبما يخلق نوعا من التوازن. كابتن فتحي، المنتخب الوطني الأولمبي دفاعه قوي وكل حاجة، ولكن دفاع الكاميروني أقوى من دخل فيه جول واحد. كاميرون دخل فيه جول واحد وجاب هدفين، يعني عنده دفاع صلب متماسك. عشان كده أنا شايف إن الكاميرون كمان هيلعب على التعادل إنه ما يخسرش، لأن لو وصل للنقطة 5 خلاص يبقى اللي بعد كده لو أنا حتى لو كسبت هتبقى 4، يبقى مفيش، يبقى التعادل ده هيطلع مصر اول ويطلع الكاميرون تاني. فالكاميرون مش هيجازف ان هو يفكر في المكسب عشان يطلع اول، مش هو اللي شاغل باله ان هو عايز يصعد. اللي هيساعده على كده دفاعه المتماسك. فهو هيلتزم بالدفاع المتماسك بتاعه، والله جاب جول جاب، ما جابش خلاص هو متعادل وهيصعد لفوق. تمام كابتن ماهر، احنا عندنا الناحيه الدفاعيه جيده وكل حاجه، ولكن هناك بعض الاخطاء الفرديه كيف يمكن علاجها في يومين؟ هو طبعا اكيد الكابتن شوقي غريب لو احنا بصينا هنلاقي احنا بنتكلم على دفاع الكاميرون من اقوى الدفاعات، دخل فيه جول واحد، احنا دخل فيه جولين، لكن هجوميا عندنا قوه هجوميه اربع اهداف. ف عشان كده بسال حضرتك في الدفاع، احنا محتاجين ايه في اليومين دول؟ يعني بيبقى كلام نفسي اكتر منه كلام مهاري او كذا؟ اكيد الكابتن شوقي غريب، اكيد طبعا كابتن شوقي غريب في اعداده الذهني او النفسي او الخطط من خلال المباراه هيتكلم على الشق الدفاع، هيتكلم على المدافعين وازاي ان احنا نحافظ ما يجيش فينا، طول ما احنا ما بيجيش فينا اسلام، طول ما احنا عندنا فرصه نقدر نجيب في اي وقت. التحركات بالنسبه للمدافعين، الرقابه، التغطيه والميلان بالنسبه للخط، الشغل الجماعي بالنسبه لهم لازم يبقى عندهم يقظه، الحاجات الكور الثابته، لان الكاميرون لو هنبص هنلاقي ان الكاميرون من فرق اللي بتجيد الكور الثابته، يعني زي الكبار يعني. واحنا كمان يمكن اتقرصنا، المنتخب مصر اتقرص في البطوله اللي قبل دي من الكاميرون واحنا بنلعب في النهايه على المركز الاول والثاني. الكور الثابته، عنصر الطول مهم جدا بالنسبه للعيبه الافارقه، فبالذات هو اهم ما يميز الكاميرون الكرات الثابته النهارده، الكور الثابته اللي حوالين ال 18 ازاي احاول ان انا ما اعملش فاولات قريبه من 18 تبقى مؤثره عليا في الكور الثابته. بالنسبه للكورنر بيبقى نفس الكلام، بحاول على قد ما اقدر يبقى لو في كوره ركنيه عليا يبقى ازاي نقف مظبوط بشكل جاي قريبين قوي من الخصم للمهاجمين الكاميرون، ونحاول على قد ما نقدر يبقى في تشتيت في الثلث الدفاعي بشكل جيد. تمام اسامه، مين الاقرب للفوز النهارده، منتخبنا الوطني ام منتخب الكاميرون؟ لا الشكل العام طبعا احنا افضل من الكاميرون. الكاميرون في الماتشين اللي كسب فيه غانا وكسب مالي كانت كرات ثابته، لكن احنا شكلنا في الماتشين، ماتش مالي قدرنا الشوط الاول كان شكلنا احسن ونكسب المباراه،
مباراة غانا التجانس كان أكتر، الفوقان اللعيبة أكتر، حتى الجماهير راحت المباراة الثانية. فالنهاردة التفاف الجمهور كمان بالأداء الحلو بعد مباراة غانا هنلاقي على ما أعتقد في جمهور أكتر. إن شاء الله إحنا الأقرب النهاردة إن إحنا يعني نتصدر المجموعة ونفوز على الكاميرون كمان إن شاء الله. تمام، كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي في هذه المباراة. زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم دلوقتي عن المنتخب الوطني الأول، ولكن نطلع نشوف بداية قوية إن شاء الله لمنتخبنا الوطني الأول مع كابتن حسام البدري أمام كينيا. نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل معكم. على قدم وساق يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمواجهة كينيا المقرر لها في شهر نوفمبر المقبل في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون. لعل مواجهة كينيا تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري الذي تولى المهمة خلفا للمكسيكي خفير أجيري الذي رحل غير مأسوف عليه بعد الخروج المبكر من بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر يونيو الماضي. خاض الفراعنة أول المباريات الودية بعد تولي البدري المهمة وكانت أمام بوتسوانا. نجح نجم القلعة الحمراء حمدي فتحي في تسجيل هدف الفوز في أول مباراة رسمية له مع الفراعنة، بالرغم من استياء الجماهير التي تحفظت على أداء المنتخب أمام بوتسوانا. لكن تعتبر الفرصة مواتية للجهاز الفني لتحقيق الهدف الأول له وهو التأهل لبطولة الأمم الإفريقية في الكاميرون، ومن ثم العمل على التتويج بها من أجل العودة من جديد لمنصات التتويج الإفريقية في ظل وجود عناصر عديدة ومميزة أمام الجهاز الفني. وبالتأكيد ستحقق ما يريده الجهاز سواء على مستوى اللاعبين المحليين أو المحترفين، وذلك بعدما أفرز الدوري الممتاز مواهب عدة على رأسهم نجوم النادي الأهلي حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد مجدي أفشا. هناك أيضا رمضان صبحي. في نادي الزمالك ظهر مصطفى محمد وعبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق. في المقاولون العرب يظهر النجم الشاب طاهر محمد طاهر، وأحد أهم الأوراق التي يعتمد عليها شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي. بالتأكيد كل الأماني ممكنة، بالطبع كل الدعم والأمنيات بنجاح المنتخب الوطني فيما هو مقبل عليه. حضراتكم تشكيل منتخبنا الوطني الأول في أولى مبارياته الرسمية مع كابتن حسام البدري. محمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد فتحي باك يمين، عبدالله جمعة باك شمال، أحمد حجازي ومحمود علاء اثنين استوبارين، وعمرو السلية وطارق حامد، وعلى اليمين حسين الشحات، وعلى الشمال محمود حسن تريزيجيه، وما بينهم محمد مجدي أفشة، وفي الأمام مفاجأة كابتن حسام البدري لهذه المباراة محمود عبد المنعم كهربا، رأس حربة وحيد. بدلاء منتخبنا الوطني الأول محمد عواد وباهر المحمدي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومروان حمدي وأيمن أشرف ومحمود وحيد وأحمد جمعة والنني وحسام حسن وكريم طارق وأحمد زيزو. رأي حضرتك كابتن في التشكيل للاعب بيه كابتن حسام، وهو تشكيل متوقع باستثناء الحقيقة كهربا في الأمام. هو باستثناء كهربا في الأمام، وأول مرة هو يشيل النني، يعني أول مرة النني ما يلعبش مع المنتخب. وبالتالي فيمكن هم دوت المركزين اللي ما فيش كهرباء، عنده ما عندوش حل غير لازم يلعب كهرباء. اما السلية فاذا السلية فارض نفسه على النني في انه يلعب جنب، يعني ما عندوش خيار، هو عنده الخيار في عمرو السلية وطارق والنني، يختار اثنين منهم، فاختار السلية واختار طارق، اكيد هم الاثنين اصلح اثنين موجودين. بغض النظر، مع احترامنا للنني ممكن اليومين دول
او الفتره دي ما هواش في الفورمه بتاعته اللي هو يكون جاهز. مش كده لاول مره انني يبقى بعيد عن المنتخب. اما حكايه كهربا فهو بيراهن عليه ان هو شايف ان لعيب كويس ويقدر يلعب كراس حربه كمتحرك كسريع فاهم هو بيعمل ايه بغض النظر المجموعه اللي هي موجوده البدلاء برضه هو فرقت معاه صلاح اصيب كوكا اصيب الاثنين في نفس التوقيت في اللي هو بيفرض نفسه عليهم فيجوز نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله باذن الله والاختيار عموما في خط الظهر كله او حارس المرمى او وسط الملعب ما فيهوش يعني حاجات كتيره جديده هي دي هو ده اللي موجود هو ده الموجود. طيب كابتن ماهر الحقيقه برضو محمود كهربا في هذا المكان احنا جربناه اعتقد في مباراه الدور قبل النهائي في كاس الامم الافريقيه وما نجحش قوي فيها يعني ايه راي حضرتك هو ما لعبش فيها كتير برضك يعني يمكن حوالي يمكن نص ساعه واخد بالك بالظبط يعني ما لعبش يبقى بلاش ما نجحش ولكن يعني ما لعبش فيها كتير ما اداش يعني ما اداش المطلوب في المكان ده انه يتادى يعني لكن زي ما كابتن فتحي قال هو ما عندوش خيارات غير حاليا يعني هو اكتر واحد عنده خبره من اللي موجودين حتى من البدلاء اذا كان جمعه او اذا كان حسام حسن فخبره كهربا لعب قبل كده مع المنتخب وكان عنده مشاكل كثيره جدا قدر يأديها لكن لما بيطلب منه ده لعيب الجوكر اسلام يعني أيوة. لما بيطلب منه انه يلعب مكان تسعه كراس حربه يقدر يأديها بشكل جيد لانه هو عنده برضك مقاومات عنده السرعه وعنده المهاره وعنده التسليم والتسلم وعنده ومحطه من ضمن المحطات اللي يقدر يقف على الكوره فيها ويقدر يساند زمايله يعني كهربا عنده من المقامات اللي يقدر يقدمنا في المكان ده وبعدين هنلاحظ حتى في معظم مباريات المنتخب الاجوال اللي بتيجي من الناس اللي جايه من تحت مزبوط. يمكن حمدي فتحي شفنا يمكن في مرتين الحبيتين اللي قدمهم منتخبنا القومي اللي جاي من تحت بيبقى اخطر من محطه راس الحربه لكن الجميل النهارده ان حسام عامل تشكيله من اللعيبه الخبره اللي عندها باع كبير جدا في البطولات الافريقيه ممثله مثلا في محمد الشناوي كحارس مرمى احمد فتحي في خط الظهر ومعاه احمد حجازي وبعدين طارق حامد في نص الملعب وبعدين تريزيجيه يعني وكهربا اقلهم تشكيله مناسبه في اللعب في افريقيا مجدي قفشه يعني وبعدين عبد الله جمعه الدم الجديد الدم الجديد ممثل بقى في قفشه وعبد الله جمعه يعني ده من ضمن الاختيارات اللي حسام بيفكر فيها بشكل جيد التوازن الجميل اللي اتعمل في هذه التشكيله اسامه عبد الله جمعه واحمد فتحي النهارده لهم دور كبير جدا الكل كان بيطالب بعوده عبد الله جمعه في كاس الامم الاخيره ولكن خفير اجدي كان له راي اخر ولكن النهارده عبد الله جمعه واحمد فتحي لهم دور محوري طبعا النهارده خاصه احنا لعبنا قصاد ليبيريا وبوتسوانا فرق تصنيف رابع او خامس ماتشين يعني انا من وجهه نظري ما حققناش المستوى الفني اللي احنا كنا عايزينهم من الماتشين هو ممكن تكون اديت ثقه للجهاز الفني انت في اول ماتش او ماتشين بتكسب لكن عشان تعمل مباراه اعمل مباراه قويه تقدر حتى يعني تحكم على اللعيبه اللي تقدر تدخل عندك من خلال مباراه قويه كينيا هنلاقيها اقوى شويه من ليبيريا وبوتسوانا مش هنقدر نقول زيهم لكن هتلاقي عندهم مفاتيح لعب افضل شويه خاصه كانوا موجودين كمان في كاس الامم الافريقيه الاخيره اللي كانت موجوده في مصر النهارده عبد الله جمعه واحمد فتحي مفاتيح لعب مهمه مع التكتل الدفاعي النهارده هتلاقي فيه زياده دفاعيه عندهم ورا انك تفتح الملعب عن طريق الاجناب والاطراف عن عبد الله جمعه واحمد فتحي ده مهم جدا عشان تقدر تخلق الكرات العرضيه محمود عبد المنعم كهربا مش مهاجم صريح مهاجم وهمي فالنهارده دور بقى الاختراقات من تحت محمود حسن تريزيجيه تكمله حسين الشحات مجدي قفشه التكمله اللعيب اللي جاي من تحت اللي ما فيش رقابه عليها هيكون لهم دور مهم النهارده في النواحي الهجوميه ان شاء الله كابتن منتخبنا الوطني يقدر يفوز في هذه المباراه ان شاء الله باذن الله كابتن ماهر ان شاء الله باذن الله بدايه قويه بالمنتخب القومي كابتن اسامه المفروض ان شاء الله ان شاء الله عموما يعني خلينا نطلع نشوف بقى المباراة هسيب حضراتكم مع المباراتين هنتفرج على مباراة منتخبنا الوطني الأول ضد منتخب كينيا وبعد كده إن شاء الله نتفرج على مباراة منتخبنا الوطني الأولمبي مع منتخب الكاميرون وهنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة بعد نهاية المباراة الثانية منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب الكاميرون هسيب حضراتكم تتفرجوا على المباراتين وبعد المباراتين نلتقي مع حضراتكم بعد ما اشكر كابتن فتحي نصير كابتن مال امام كابتن أسامة حسني هسيب حضراتكم تتفرجوا على المباراتين ان شاء الله نلتقي على الهواء مباشرة بعد نهاية مباراتي منتخبنا الوطني الأول والمنتخب الوطني الأولمبي We'll be right back.
مبروك لمنتخبنا الوطني الأولمبي هذا الأداء الرائع، وتسع نقاط كاملة استطاع أن يتصدر بهم المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية، ويصعد إلى الدور قبل النهائي لملاقات تاني المجموعة الثانية إن شاء الله هيتحدد غدا إن شاء الله. مصر في المركز الأول وغانا في المركز الثاني على الرغم من الأداء الجيد لمنتخب الكاميرون، ولكن غانا بتصعد على حساب الكاميرون بهدف لما عدد النقاط 4 نقاط لمنتخب غانا و4 نقاط لمنتخب الكاميرون، ولكن المنتخب الغاني أحرز هدف زيادة على منتخب الكاميرون وبالتالي يتأهل رسميا من المجموعة الأولى منتخبنا الوطني المصري بهذا الأداء الرائع، وأيضا منتخب غانا في المركز الثاني انتظارا غدا لنتائج مباريات المجموعة الثانية. كابتن فتحي رحب مرة أخرى بالكابتن فتحي بالكابتن ماهر بالكابتن أسامة. كابتن فتحي ألف مبروك، أداء رائع الحقيقة من المنتخب الوطني الأولمبي، ومفيش أحلى من كده الحقيقة. طبعا الفوز ما فيش احسن منه طبعاً. الفوز كفوز والحمد لله بالعلامه الكامله قدرنا ان احنا نوصل في 3 مباريات، وصلت للمرحله النهائيه. اهم مباراه في البطوله كلها هي المباراه القادمه لمنتخب مصر. ايوه، لان هي دي المباراه اللي هتوصلك لطوكيو، او المباراه اللي تخديك تروح الملحق. فطبعا فوزك يوصلك لطوكيو مباشره بغض النظر عن البطوله. وانا دايما اقول عشان الناس بتقول البطوله، هي مفيش في حاجه اسمها بطوله، دي مش بطوله، دي مجموعه تصفيات عشان يطلعوا منهم 3 فرق يوصلوا لاولمبياد طوكيو 2020. اذا بالشكل ده احنا عاوزين المباراه القادمه، الفرقه دي عايزه تتلم تاني وتتظبط ونشوف ايه اصاباتنا ايه. الحمد لله انذارات مفيش، في انذارات لكن مش انذارات مؤثره، يعني مفيش لعيب عنده انذارين هيقف فيهم او اصابه ممكن تمنع لاعب. اذا عندك كل قوه الضربه موجوده امام كبشوي، تهنئه له للجهاز الفني للجهاز الاداري للجمهور العظيم اللي ملا استاد القاهره، حاجه تفرح فرحتنا وفكرتنا بايام زمان لما الجمهور بيتملي بالاسلوب الحضاري اللي كانوا بيشجعوا بيه، كان له دور كبير قوي في فوز مصر النهارده. ودي علامه فارقه في الكره المصريه، وجود الجمهور يا حضرات هو اكسجين الحياه او اكسجين لاعب كره القدم او المتنفس الوحيد له او القوه الضاربه له، ان هو يكون في جمهور. يمكن ده تكون بادره خير ان شاء الله الدوري يرجع بهذا الجمهور المحترم اللي احنا شفناه وما شفناش منه اي حاجه سلبيه، غير كله كان ايجابي. وصعد منتخب مصر، يعني بقول منتخب مصر صعد بلعيبه، صعد مصر بفرقته بجهازه الفني والاداري، قبل كله باللعيبه، كل ده الجمهور كان له دور كبير قوي في هذا المصر. تمام. النهارده مصطفى محمد الحقيقه بيتالق وبيحرز هدفين ليصبح هداف هذه البطوله حتى هذه اللحظه. لسه قدامنا ان شاء الله مباراتين، كده قدامنا مباراتين ان شاء الله، وبالتالي اداء رائع من مصطفى، اداء من المنتخب الاولمبي بالكامل، ولكن اداء مصطفى تحديدا واحرازه للاهداف شيء رائع جدا يا كابتن ماهر. هو بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بنبارك لجمهور مصر، بنبارك للجهاز الفني للاعبين على الاداء المتميز اللي اتكلمنا عليه من بدايه الحلقه، وقلنا ان الدوافع اللي موجوده عند اللاعبين دول يا اسلام دوافع كبيره جدا، الروح القتاليه اللي بيلعبوا بيها حاجه تفرح، تحس كده ان حصان بيجري في الملعب بدون لجام، كل واحد من اللعيبه ديت حاسس بالمسؤوليه الكبيره اللي محطوط تحت قيادته من الجهاز الفني، من اللاعبين، من اللجنه الخماسيه اللي موجوده في الاتحاد. النهارده واضح ان كابتن شوقي غريب اتكلمنا على الخبرات شوقي من خلال توليته مهمه المنتخب الاول مع الكابتن حسن شحاته، ثم توليته مهمه المنتخب الاول، ثم المراكز اللي حصل بيها المركز الثالث وصلنا الى الاولمبياد. النهارده واضح ان في عهد جديد، في نتائج بيفكر فيها ان شاء الله. زي ما قلنا اول حاجه الحصول على البطوله، وهو بيحاول انه يوصل للحصول على البطوله كرقم واحد، ثم الوصول الى الاولمبياد عن طريق 3 مراكز الاولين. النهارده لو تلاحظ يا كابتن اسلام
ان لعيبه المنتخب الاولمبي من حراسه المرمى محمد صبحي تحس ان في ثبات في التشكيل، في ثبات في الاداء، يعني حتى طريقه اللعب اللي بدا بيها من اول مباراه هي طريقه اللعب اللي بيلعب بيها في مباراه الكاميرون النهارده، وهي 3-3-3-1، وده تكتيك جديد وخطه جديده بالكابتن شاوي غريب بيلعب بيها، ومحافظ لعيبته بشكل كبير جدا من في حاله الدفاع. الفرقه كلها بترجع نص ملعبها وبتراقب لعيبه الكاميرون بشكل ايجابي، الخطوط الثلاثه قريبه من بعض، في حاله الاستحواذ واستخلاص الكوره بتحس ان لعيبه منتخب مصر حافظين، بيبداوا يخترقوا عن طريق كريم العراقي مع عبد الرحمن مجدي في الحته الهجوميه، احمد ابو فتوح مع امام عاشور في الحته الهجوميه من على الاطراف، واضح قوي ان رمضان صبحي مع مصطفى محمد عاملين اختراقات اذا كانت فرديه ولا جمعيه على لعيبه منتخب الاولمبي من بدايه المباراه، واضح ان مصطفى محمد راس حربه منتخب الاولمبي وراس حربه للمنتخب الاول بالظبط القادم ان شاء بالزبط. الله خلال الفتره اللي جايه. بنحيي مصطفى محمد على اداؤه وتمركزه داخل منطقه 18 في الاماكن المؤثره. الجول الاولاني طبعا شكله جميل جدا، واضح ان امام عاشور شايفه بشكل كبير وقدر يعمل له هاف كروس على راسه بالظبط عشان يحولها. طبعا مصطفى محمد هدف من اجمل الاهداف اللي جت حتى الهدف الثاني. فانا عايز اقول مبروك لمصر، مبروك لشعب مصر، مبروك للمنتخب الاولمبي، مبروك لمصطفى المبشر القادم راس حربه رقم واحد ان شاء الله في منتخب مصر الاول خلال الفتره القادمه. كابتن اسامه، الدوافع اللي كان نازل بيها منتخبنا الاولمبي الحقيقه لم تتغير، بمعنى ان انت احرزت هدف وبعدين دخل فيك هدف وتعادلت وبعدين احرزت الهدف الثاني وقدرت تكسب المباراه لغايه نهايه المباراه. الحقيقه طوال المباراه المنتخب الاولمبي بيؤدي بشكل رائع جدا، واحنا مش متعودين من اللاعبين المصريين، واحنا كنا لعيبه مصريين تريح شويه كده، محتاجين كنا دايما بنشوفهم بيريحوا شويه. هل تفتكر ان المنتخبات الوطنيه المصريه لما بتبقى في معسكرات لبطوله مجمعه بتبقى مختلفه عن التصفيات العاديه اللي بيبقى قبل اي مباراه باسبوع ولا حاجه؟ لان من الواضح ان هناك تحفيز رائع لكل لعيبه المنتخب، ولا الجمهور زي ما الكابتن فتحي قال هو اللي كان السبب الرئيسي في شكل واداء؟ طبعا مع الجهاز الفني ما نغفلش مع بعض التغييرات اللي حصلت على مدار الثلاث مباريات. طبعا في البدايه هو عامل الجمهور، النهارده لو شفنا اول مباراه الافتتاح ما كانش فيه اقبال جماهيري، ما كانش فيه تعريف لسه بالبطوله، حتى من الناحيه الاعلاميه ما كانش فيه تسليط الضوء على المنتخب الاولمبي وعلى البطوله. مع بدايه المباريات كان الاول الاداء ما كانش جيد، الناس كانت متخوفه شويه، لكن انت عملت اهم شيء امام مباراه مالي هو المكسب. بدات الناس تتجه بقى الانظار ناحيه المنتخب الاولمبي مع مباراه غانا، كسبت امام منتخب قوي، والحاجه الثانيه كمان كنت مقنع وانت بتكسب خاصه في الشوط الثاني والتغييرات اللي عملها الكابتن شوقي غريب. النهارده ما شاء الله اقبال جماهير الاستاد استاد القاهره في عدد من جماهير كبير جدا، فالنهارده الدوافع كمان عند اللعيبه كبيره. طب النهارده بتلعب على فرصتين، لا تتعادل لا تكسب، لا ده انت النهارده وبتكسب امام المنتخب الاقوى في المجموعه. النهارده خروج الكاميرون من الادوار اللي جايه ده مهم جدا، انت النهارده اللي هيصعد معاك غانا، شفنا احنا غانا ولعبناها اقل نسبيا من الكاميرون، فده مكسب كبير. النهارده حضور الجمهور بقول لك مدي للعيبه حماس كبير، مدي للعيبه دوافع كبيره جدا انك انت تقدر تحقق العلامه الكامله في ثلاث مباريات، بتكسب الثلاث مباريات بعدد سكور كويس. النهارده مصطفى محمد ما شاء الله، لازم نشيد بمصطفى محمد خلال الثلاث مباريات بيأدي اداء رائع، اداء ثابت، من انصاف الفرص بيقدر يسجل كرات النهارده العرضيه في سواء كرات ضربات الراس او كمان الكره اللي في الهدف الاول اللي عملها له كريم العراقي، التحرك والتايمنج انه رابط مع وهو بيحط بطن رجله في الكره وده بيقطع ما وسط الناس وبيحطها لمسه واحده ببطن رجله، دي بتنوم ان فعلا عندك مهاجم تقيل لعيب صندوق بيقدر يتحرك ويشتغل شغل كويس. الحاجه الثانيه زي ما احنا بنقول حضور الجمهور، الكابتن شوقي غريب برضو قدر يعدل من طرق اللعب بتاعته على مدار الثلاث مباريات. كنا بالنادي بنقول وسط الملعب عندنا مشكله في وسط الملعب، النهارده الاداء اتحسن في المباراه الثالثه بوجود رمضان بكام، وانا قلت لك قبل المباراه رمضان بكام بيلعب في وسط الملعب ده مكانه، نزل ولو الجزار لعب لما نزل الجزار ولعب ولا وعلى مدار المباراه بيلعب هو زي طول المباراه بيلعب جنب اكرم شوية. توفيق ده اللي اداك الاستحواذ في نص الملعب، ده اللي اداك انك
تقدر يبقى عندك واحد بيقدر يزيد في نص الملعب ويقدر تعمل عمليه الاستحواذ اللي ما كانتش موجوده في الشوط الاول في مباراه غانا وفي مباراه مالي. فالنهارده وجود رمضان بيكهام برضه تحسب للكابتن شاو غريب انه قدر يعدل في اختصاصات اللاعبين داخل الملعب. الحاجه الثانيه صلاح محسن، صلاح محسن لما بيلعب ما بيلعبش نص ملعب او جناح، صلاح محسن هو مهاجم صريح زيه زي مصطفى محمد، ده المركز اللي فيه. فانت النهارده لما كنت لاعبه ناحيه اليمين كنت انت بتخسر صلاح محسن. النهارده وجود عبد الرحمن مجدي اللي قام بيقوم بالدور بتاعه، لا لعيب ما شاء الله النهارده كان رائع، يعني في الوقت اللي لعب فيه طول المباراه حوالي 80 دقيقه ادى دوره على اكمل وجه، كان ليه خطوره في اوقات كتيره لما كان دايما بيروح واحد على واحد وكان دايما بيعمل الكرات العرضيه او كمان التسديدات اللي كانت موجوده. فالنهارده وجود عبد الرحمن مجدي من بدايه المباراه، وجود رمضان بيه كان في وسط الملعب ادى شكل مختلف لمنتخب مصر. النهارده طبعا منتخب مصر يستحق المكسب، يستحق الفوز عن جداره، خاصه انت بتلعب كمان منتخب قوي او يعتبر من اقوى من الفرق الموجوده في المجموعه هو منتخب الكاميرون. تمام كابتن فتحي، الحقيقه النهارده تعديل زي ما الكابتن اسامه قال، تعديل وتغيير من طرق اللعب ثلاث اربع مرات طوال المباراه، ولكن في النهايه كابتن شوقي لم يجري تقريبا الا تغيير وحيد فقط وهو امام عاشور بدلا من عمار حمدي، وعبد الرحمن مجدي كده كده لعب مكان او بيلعب دائما مكان صلاح محسن، وبقيه اللاعبين زي ما هم. حضرتك كنت مع مدرسة الإبقاء ولا التغيير في الأول؟ لا، هو الموضوع مش الإبقاء والتغيير، الموضوع أن أنا بفكر في المباراة القادمة اللي هي اللي جاية دلوقتي. فأنا دايما المدرب لازم ما يفكرش تحت رجليه، لازم يفكر لبعد شوية، أو فلسفة أو نظام المسابقة اللي هي مقامة، هل المباراة دي تأثيرها أهم ولا المباراة القادمة اللي هي هتحددني أن أنا أخش أولى ولا تاني؟ المباراة التانية أهم. فطبعا كل واحد بيكون له فكره، بس اللي بيحس بيها اكتر اللعيب او المدرب اللي هو يكون موجود معاه. نعم. خلينا نتذكر يا كابتن اسلام يوم 8 اللي هو كان يوم افتتاح البطوله، شكل الفرقه دي كان شكلها ايه؟ كلنا يمكن ما كانش فيه رضا، ما كانش فيه شكل اداء، ما كانش فيه الجمعيه اللي كانت موجوده، الروح اللي ما كانش موجوده، كل ده ليه؟ لكان لسه دي اول مباراه للعيبه دول. اللعيبه دول كانوا متاثرين اولا من الجمهور، اول مره يلعبوا قدام جمهور باستثناء لاعبي اهلي وزمالك، ثانيا ان اللعيبه دول كانوا بيلعبوا وهم عندهم ضغوط ان مش حاسين نفسهم بيلعبوا مباراه دوليه هتحدد مصير فريق، يعني مستواهم كان فارق كبير قوي. لكن احنا قلنا يوميها والاستوديو وهنا بقناه الاهلي قلنا يا جماعه ما تقلقوش على المنتخب، المنتخب قادم، هي بطولات الافتتاح دايما بيكون لها تأثير سلبي على صاحب الملعب مش إيجابي على صاحب الملعب، المهم إن احنا كسبنا، لكن الارتفاع في المستوى الفني، الارتفاع في المستوى الفردي، الارتفاع في المستوى الجماعي، كل ده تماشى مع ارتفاع نسبة حضور الجماهير. التقوا كلهم النهارده، كم الجماهير اللي حصل مع الأداء بتاع اللعيبة الموجود النهاردة هو ده اللي وصلنا للي احنا فيه. فدي حتة ان انا أجل بعض اللعيبة ما ادهمش، ممكن فلسفة المدرب يقولك لا انا بحجز لعيبتي بجهزهم للمباراة القادمة. كابتن شوقي قال لك لا انا هلعب بفريق حتى الجماهير. انا اسف يا كابتن لكن حتى التغيير الاخير احمد ياسر ايام مثلا ما طلعش مصطفى محمد ولا طلع مثلا خف الضغط شوية ولكن طلع عبد الرحمن مجدي، ما طلع عبد الرحمن مجدي مش او عايز ايه يعني ينشط المنطقه دي شويه ويخليها، وفي الاخر خالص نزل صلاح محسن يعني في دقائق معدوده على اساس انه بدل مصطفى، ومصطفى طبعا محب يعني خلاه يفرح بالمباراه. وبعدين طلعوا الطلوع ده طلوع تكتيك ازاي؟ انه عايز يطلعه لوحده عشان الجمهور يشجعه، ان لما يطلع أيوة ياخد السقف يعني لما ايوه صح هو يستحق الحقيقه يعني الناس لازم كده الكلام بتاعنا فعشان يبقى مركز الجمهور يبقى كله اللي سجل له هدفين هو اللي طالع ونجم هذه المباراه الحقيقه فاذا في الحاله دي هو بيكافئه وبينزله في نفس الوقت بيراد صلاح يقول له انت شاركت معانا في المباراه اللي احنا وفي المباراه كلها الثلاثه الدور عليك يعني دي بتبقى حته نفسيه لعبها شوقي فشوقي طبعا اكيد عنده الحتت دي خبرات ما هي الا خبرات بيقدر يقدمها. برافو عليك يا كابتن فتحي.
لا هي صح رؤية رؤيه فنيه جميله يعني احساس جميل صح طبعا فيها. طيب برضو على الجانب الاخر يا كابتن النهارده رمضان صبحي في بدايه اللقاء ما حسيناش بيه قوي لانه كان مغير مكانه ولا حضرتك عشان شايف ايه؟ هو طبعا رمضان اتشاف المباراتين اللي فاتوا فكان في ضغط عليه بالنسبه للمدافعين الكاميرون عايز يريحه يعني شويه بشكل واضح لكن رمضان من اصراره عزيمته قيادته داخل الملعب وخارج الملعب بدا ينضج بشكل كبير يعني رمضان شفنا حتى يمكن في اخر دقيقه يمكن الانفراد الكامل اللي حصل من رمضان في الدقيقه 78 من نص الملعب راح بمهاره فرديه وكان ممكن يبقى جول من الاجوال العالميه بالنسبه لرمضان فالنهارده رمضان لما بيسجلش لكن بيبقى اسيست وبيحاول يساعد زمايله بشكل كبير فرمضان النهارده برضك قام بدور كبير جدا في التلت الهجومي ازاي كان بينقل منتخب مصر في التلت الهجومي ازاي كان بيساعد وبيساند زمايله بشكل كبير يمكن مصطفى هو اللي كان اقرب في تسجيل الاهداف النهارده لان مصطفى زي ما قلنا كان متمركز بشكل جيد بشكل ايجابي ذكاء من اللاعب برضك ان هو يعرف يختار الاماكن اللي يقدر يجيب فيها اجوال يعني هنشوف كره العراقي في الجول الاولاني راح في المكان اللي بين السدباكين والعراقي عملها بالعرض عدت المدافعين كلها راح مصطفى بدقه واتقان قدر يسجل هدف جيد انا عايز اقول لك اسلام النهارده لعيبه منتخب مصر بدات تنضج يعني حصل نوع من النضج من خلال ادائهم اذا كان الفني ولا البدني ولا التكتيكي حتى المهاري فالنهارده بقى في منتخب له شكل وده بيرجع طبعا لخبره شوقي غريب زي ما اتكلمنا في الاول الخبره اللي قدر ينقلها لاولاده من خلال المعسكر من خلال الخبرات اللي هو عاشها مع المنتخبات اذا كان الاول او المنتخب الاولمبي سابقا الثقه المتبادله بين الجهاز وبين اللاعبين الجمهور اللي موجود اللي ادى ثقه بقى من البدايه والستارت الاولاني الدفعه الاولانيه الثلاث نقاط في اول مباراه مع مالي هي اللي فتحت لنا الشكل والاداء اللي حصل في مباراه الكاميرون النهارده فانا شايف ان من خلال الثلاث مباريات مصر بيتنقل بشكل كبير جدا من الناحيه البدنيه من الناحيه الفنيه من الناحيه التكتيكيه وده حاجه مبشره حاجه تطمن ان شاء الله في السيمي فاينل والفاينل ان شاء الله بردك لعيبه منتخب مصر فرحونا زي ما فرحونا في الثلاث مباريات السابقه اسامه هل كلنا مجمعين على ان مصطفى الحقيقه راس حربه جيد جدا هل انت لعبت في المكان ده فترات طويله جدا سواء للنادي الاهلي او لمنتخب مصر شايف ان مصطفى يستطيع ان هو يقوم بالدور اللي احنا مش لاقيينه خلال الفترات اللي فاتت خصوصا بعد اصابه مروان محسن بص يعني مش عايزين ننكر مصطفى محمد مقصر مع المنتخب الاول واحنا لسه طبعا يعني مقصر وجوده انه يبقى يكون موجود في الحاله دي مع المنتخب الاول خاصه طبعا. انت كمان ما عندكش المهاجم دلوقتي الرقم واحد اللي يكون موجود في مصر لعيب المحطه اللعيب الهداف اللعيب اللي بيجيب ضربات الراس اللي بيسجل من انصاف الفرص مش موجود عندك في المنتخب الاول دلوقتي او موجود على الساحه نعم مروان مصاب بقاله فتره النهارده كان لسه هنتكلم على المنتخب الاول لكن مصطفى محمد عنده المقومات بس عايز تتكلم عن المنتخب الاول هنتكلم بس بنتكلم عن عايز تتكلم عن المنتخب الاول هنتكلم طب يا راجل طب اتفضل هنتكلم عشان نشوف الاخطاء والسلبيات اللي ظهرت كنا بنتكلم فيها يعني بس بقى ماشي لكن انت مصطفى محمد لعيب عنده المقومات طبعا ان يكون مهاجم مصر او المنتخب الاول كمان مش المنتخب الاولمبي عنده القوة الجسمانية او القوة البدنية اللي بتقدر تدينه التفوق انه يقدر في الكرات المشتركة كابتن فتحي او الالتحامات العالية او الكرة اللي تحت رجله انه يقدر يسيطر ويحجز خاصة النهاردة انت بتشوف ما شاء الله الاجسام بتاعت الكاميرون الاجسام بتاعت غانا بتاعت مالي عنده القوة البدنية الحاجة التانية شوف الجامب بتاعه برغم انه هو مش طويل ما بيمتازش بالطول زي لعيبة الكاميرون لعيبة الكاميرون ما شاء الله ممكن اطول منه حاجة معدية ال 2 متر لكن تلاقيه بيطلع وهو في الهواء بيعرف يوجه يعني شوف الهدف الثاني امام عاشور رفعله ده طالع وراكب وموجه الكره في زاويه زي الاهداف اللي قبل كده في الماتشين اللي فاتوا في غانا وفي مالي دي خلي بالك مهاره عارف الطياره الهليكوبتر اللي بتقف في الهواء هو بالظبط يطلع يقف في الهواء ويبص عايز العبها يمين او شمال عجبك انت مصطفى طبعا دي مهاره دي بس دي اصعب كره على فكره بالراس لانه كان بره كمان كان بره الجول يعني هو مش مواجه عرضه يعني بعيد لافف في رقبته يعني كان في العين بعيد فغير ان هو كان في مواجه تبقى سهله له الحاجه الثانيه بقى في شوف الهدف الاولاني احنا ما عندناش للاسف الهدف اللقطات الهدف الاول شوف التحرك بتاعه
النهارده كريم عراي، ومش عايزين برضو يعني يبقى هو الضوء كله على مصطفى محمد او رمضان صبحي او النهارده كريم عراي وابو الفتوح. كريم عراي ما شاء الله النهارده يعني بص عجبني جدا في المباراه، هايل. لا مش النهارده بس، الحقيقه كريم عراي بقى له 3 مباريات، حتى في المباراه الاولى انت لعبت في المكان ده باك رايت، حتى في المباراه الاولى اللي كان فيها منتخبنا يعني بنقول عليه ان هو مش كويس، لا كان كريم افضل الواشين في الوقت ده. فانت النهارده شوف التغطيه بتاعته، شوف الكروس اللي عمله من ورا الناس، شوف بقى تحرك مصطفى محمد هنا بقى يبني المهاجم في التحرك بتاعه، ان هو جاي من بره قطع لجوه في ظهر الراجل وراح سبرنت بسرعه وهو بيحط. النهارده في مهاجم ممكن والكره جايه على الارض، طب اوقف، طب ازق زقه واسند، لا ده واخد الكره وهي جايه لطش على طول لمسه واحده صعبه جدا على الجون، حتى الجون وهي جايه يعني رد فعله صعب فيها انه يصدها. الحاجه الثانيه كمان بيجيد ان هو لما بيستلم تحت ضغط بيقدر يطلع الناس اللي جايه، محطه يعني جيده لواحد زي رمضان صبحي. النهارده لما تبقى مضغوط والكره بتطلع عليك تقدر يسيطر على الكره عشان يطلع رمضان صبحي، يطلع عبد الرحمن مجدي، امام عاشور، الناس اللي جايه من تحت، فده شيء مهم جدا. لا طبعا مصطفى محمد واخد بالمناسبه افضل لاعب في هذه المباراه وهو يستحقها صراحه، تاني مره يعني خد في اول مباراه وفي ثالث مباراه، ورمضان خد المباراه السابقه، وبالتالي يعني هما الاثنين الحقيقه سواء مصطفى كابتن فتحي او رمضان صبحي الاثنين دول محور اداء، مش عايز اقول المنتخب لان ما ظلمش بقيه اللاعبين الحقيقه، لانه بقيه اللاعبين باذلين مجهود، يعني اكرم توفيق ده باذل مجهود غير طبيعي في وسط الملعب. في لعيبه دايما يعني انا مش عايز انسى بقيه اللعيبه كمان، خلي بالك كريم عراي بس عشان لازم تديله حقه، والولد ده ما شاء الله عامل يا كابتن فتحي باك رايت. ما هو ال 11 عمر ما يكون ال 11 عمره ما هيبقوا اسطوات كله، يعني بيبقوا الناس معلمين كبار كلهم، بس احنا ما شفناش مثلا رمضان ومصطفى كابتن انا اسف ما شفناهمش اسطوات. اسطوات دي اللي احنا كنا بنسمعها كنا عارفين ان هو ايه، يقف على الكوره يعملها، يعمل لك بينيه 2 3 4 وما يرجعش يدافع، لا ده الاثنين بيرجعوا يدافعوا والاثنين بيبقوا بتلاقيهم عند الجون بتاعنا وبتلاقيهم واقفين هنا. دي الفايت سبيريت او دي الروح القتاليه اللي هي مندمجه في اللعيبه دول. لما نقول رمضان ومصطفى، وفعلا رمضان ومصطفى اختاروهم احسن اثنين لعيبه، كل واحد احسن لاعب في الثلاث مباريات السابقه مع ثلاث فرق خصوم، دي بتدل طبعا. انا ما بقولش ما يعني بقيه العشر لعيبه او بقيه التسع لعيبه اللي كانوا بيلعبوا زائد الاثنين البدلاء اللي لعبوا مكانهم في كل مباراه، يعني نقدر نقول كان في 11 و11 غيرهم هم كمان ال 13، ما اقدرش انكر حقهم بالظبط، لكن كل واحد له دوره يا كابتن اسلام. أيوه. كل انا دوري ان انا امنع وان انا اصنع، لكن اللمسه الاخيره واللعبه الاخيره دي موجوده في مين؟ موجوده في مصطفى، فعشان كده هو اللي بيظهر، هو اخر لقطه. اما شوف في رمضان، رمضان اللي بيدوس في كل حته في الملعب، انت بتلاقيه في اليمين وبتلاقيه في الشمال وبتلاقيه ورا وبتلاقيه قدام وبتلاقيه بيدوس دون انفعال ودون زياده، دون عمل فاولات، دون احتكاك. ما ممكن لعيب عمال بيجري وبيخبط في اللعيبه كلها وعمال يديلك فاولات ده ما بيعملوش حاجه خالص، يعني ما فيش فاول عليهم، فدي يعني بتنقل الهجمه عليه، ما فيش تمريرات خطا، ما فيش تحرك خطا. اذا الاثنين دولت معلش مش بنقول ان هم الفرقه، لكن هم متميزين، واي فرقه في العالم كده هتلاقي فيها لاعب او هم دول اللي بيقودوا يعني وخبراتهم اكتر، خبراتهم يعني هم اللي بيلعبوا في يعني طبعا في يعني رمضان اكثر خبره في المجموعه دي كلها، لعبت راجل لعب على مستوى النادي الاهلي، احترف فرقه في اوروبا، لعب منتخب اول في بطولات تانية، اذا عنده الخبره الميدانيه دي موجوده، وميزته بقى ان هو نقلها للاعيبته. وميزته ان هو في فيديو بمناسبه نقلها للاعيبته، في فيديو يا كابتن قبل المباراه لرمضان لو تشوفه بيتكلم ازاي، طبعا كل الحاجات دي مش حق يعني مش من حقوقنا عشان كده ما بنزحقش، ولكن في فيديو رائع الحقيقه بيتكلم على اللعيبه، احنا عايزين ناخد الاول المركز الاول، مالناش علاقه مش عارف ايه، مسؤوليه هو حاسس بالمسؤوليه هو ومصطفى واكرم واحمد وكل المجموعه اللي موجوده، لانه اكثر خبره، وميزه انه اكثر خبره برضه المهاره مساعداه والاعداد البدني عنده كامل ما شاء الله، يعني لغايه اخر دقيقه واخد لك الملعب كله في الهجمه المرتده اللي كان الكابتن ماهر بيقول عليها دي دي كلها بتبين على ايه؟ ان لازال محتفظ يدعو الفايلر يعني يعني المحتفظ بلياقته البدنيه في لغايه اخر 3 دقائق وبيجري المشوار ده كله معاك كوره، صعب جدا انك تجري ومعاك كوره، انت ممكن تجري وما معكش كوره دي سهله، يعني المدافع لو جري مشوار زي ده ما هو بيجري من غير كوره عشان يروح يقطعها، لكن ده انت مهاجم ومعاك الكوره وعاوز تسبق اللعيب اللي معاك كوره،
فاللاعب اللي بيجري معاه الكوره اللي ما معوش الكوره ده بيجري خطوه واحده، الثاني لازم قصاده خطوتين، لان انا معايا الكوره بتبطئني لان اللي انا بحتفظ بيها. ايوه فهتخلي شوف مدى القوه بقى هنا، لازم يشعرها اللاعب ويشعرها المدرب. حاجه ثانيه يا كابتن فتحي برضو، يعني بدون اقطع كلامك كابتن اسلام، يعني مكسب مهم النهارده انك انت كل اللعيبه معاك المباراه الجايه، طبعا بانضمام كمان عمار حمدي. مفيش حد الحمد لله لاصابات، برغم انك بتلعب كل 48 ساعه ممكن كان واحد يتعور منك اصابه عضليه او حاجه، صح؟ غير ناصر ماهر طبعا، عمار حمدي يرجع لك، فانت عندك كل اللعيبه معاك ومفيش حد توقف، فانت كل الاوراق تحت ايدك، ده مهم جدا طبعا. انك المباراه زي ما كابتن فتحي بيقول اهم بقى مباراه هي المباراه اللي جايه. كابتن ماهر، امام عاشور برضو النهارده الحقيقه ما حسيناش بالفرق، يعني حسينا ان برضو حتى البدلاء، او حتى مش عايز اسميهم البدلاء، ولكن اللاعبين اللي قاعدين على دكه البدلاء لما بيلعب من اول المباراه بتحس ان ما عندكش اي مشكله، وده شيء جيد جدا يحسب للجهاز الفني الحقيقه. ببص اسلام عايز اقول لك ان ده يعني ده سواء عبد الرحمن مجدي حتى لما بدا عبد الرحمن مجدي خلي بالك اول مباراه يبدا يعني سواء عبد الرحمن او امام الاثنين عملوا واحد عمل جول والتاني عامل اداء رائع، تحس فعلا ان عندك جناحين بيقدروا يسحبوا لك الفرقه، عندك جناحين عندهم وعي تكتيكي على اعلى مستوى، برضه بيقدر عبد الرحمن يخش جوه وبعدين يطلع كريم العراقي اوفرلاب في الثلث الاخير عملوه اكتر من 3 4 5 مرات، وده بيحسب للمدير الفني ان الراجل الواضح ان محفظ الناس جمل التكتيكيه في الثلث الهجومي ومنها الاوفرلاب اللي هي خلق المساحه. نفس الكلام ابو فتوح مع امام عاشور، تحس ان في نضج ووعي، ده كمان بيرجع للمدرسه اللي هم جايين منها او من النادي اللي جاي منه. يعني بنشكر الاسماعيلي وبنشكر الزمالك وبنشكر الاهلي كمان على انهم بداوا يعلموا الاولاد الثلث الاخير ازاي تستعمل مفاتيح اللعب، مفاتيح المكان ده. فمنهم الاختراقات اللي من على الاطراف، واضح قوي ان حافظنا امتى بيعمل خلق المساحه وبيطلع كريم عراقي، واخد بالك؟ مش 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 والمصري بقى، يبقى نشكر المصري كمان، والمصري كمان كابتن شوقي غريب مكمل اللي اتعمل مع الانديه، ودي حاجه بتحسب بصراحه للمنتخب. كابتن شوقي غريب يا كابتن ماهر، ميزته في وجهه نظري يعني، وحضراتكم يا ريت تقولوا لي، ميزته ان هو حافظ لعيبته كويس جدا وبيستغل كل واحد بالطريقه اللي هو عايزها. بالظبط، بمعنى ان هو عارف ان عبد الرحمن بيجري على الخط ويقطع لجوه ويشوط، استغلها المباراه اللي فاتت جه منها جول. النهارده عارف ان الكاميرون نقطه ضعفها الكرات اللي جايه من تحت اللي بتتلعب العكسيه، الكروسات دي، الكروسات اللي بيشمالك من ناحيه اليمين، فعملها مجدي النهارده، فخلقت نوع من الخطوره الكبيره على مرمى الكاميرون من الناحيه الثانيه. عشان كده امام عاشور، ما هو كان ممكن يلعب امام عاشور ناحيه اليمين وعبد الرحمن مجدي ناحيه الشمال، لكن هو ما عملش كده. وبالتالي الميزه اللي في الكابتن شوقي ان هو شايف حافظ لعيبته وعارف هو كل واحد هينزله ليه وعشان ايه. ما هو ده دور المدير الفني يا كابتن اسلام، انك انت بتذاكر الاعداد الذهني اللي بنتكلم عليه قبل المباراه، انك انت بتذاكر الخصم، بتشوف نقط الضعف اللي موجوده فيه وازاي انا استغلها من خلال لعبتي ومن خلال مهارتي، خصوصا في التلت الهجومي بالنسبه لنا، وازاي اشوف الايجابيات اللي موجوده عندهم في الكوره الثابته وازاي امنحها. فده ذكاء من شوقي بخبرات شوقي طبعا الميدانيه زي ما اتكلمنا في الاول، طبعا اكيد افادته بشكل كبير جدا النهارده. واضح الخبرات دي زي ما انت اتكلمت في بعض الجمل التكتيكيه اللي بيعملها، حتى تواجد الثلاثه اللي هم تحت راس الحربه في اماكنهم، ما عملش شيفت وجاب ده هنا وجاب ده هنا، لا ده محفظ جمل تكتيكيه عبد الرحمن مجدي مع كريم العراقي، وبعدين احمد الفتوح مع امام عاشور، وبعدين رمضان صبحي بالاختراقات الفرديه. يعني رمضان تطور بشكل كبير جدا عن العام الماضي، احنا شفنا رمضان بيلعب كره عالميه دلوقتي، كره حضاريه لاعلى مستوى. زي ما قلنا ان بردك مستر فايلر يعني كان ليه دور كبير جدا في تغيير رمضان بسرعه. وده اللي بتحسب للمدير الفني، المدير الفني اللي ازاي بيقرا ويعرف معدن وقيمه لعبته، وازاي يقدر يستغل هذه المهاره وهذه القيمه في ان هو يقدر يسخرها في مباراه دوليه بهذا الشكل. النهارده بتقابل منتخبات على اعلى مستوى، تصنيف عالمي بالنسبه للعيبه دي أول. وتصنيف اول، فانت النهارده ازاي بتستغل الموهبه اللي ربنا اداها لك بالامكانيات والقماش اللي موجوده معاك، زي ما قال اسامه كده، التوقيت بتاع القروص، ازاي اروح انا واضرب المدافعين في نفس التوقيت واعملها ببطن رجلي سهله، كنت ممكن اروح قبليها ممكن اروح بعديها، لكن التوقيت اللي انت اتكلمت عليه، التحفيظ اللي بيعمله شوقي غريب في الجمل التكتيكيه في التدريب، هو نفس الشغل اللي بيحصل في المباراه. فطبعا تحيه خاصه للجهاز الفني على ادائه الفني الراقي في الثلث الاخير،
مع تحيه خاصه للاعبين اللي هم نفذوا الجمل التكتيكيه اللي جات لهم. يعني بص كده يا اسلام هتلاقي ان فرص منتخب مصر فرصتين في الشوط الاولاني وفرصتين في الشوط الثاني. يعني كانش فرص كتيره، مش 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 مثلا خمس ست فرص في الشوط الاولاني وبعدين خمس ست فرص في الشوط الثاني، لا اربع فرص، فرصتين وفرصتين وقدرنا نسجل من خلالهم، فدي بتحسب طبعا لقيمه واداء لعيبه المنتخب في هذه الفتره. معلش يا اسامه، هو انا عايز اقول حاجه كابتن فتحي. لا لا انا كنت بس بكمل على اساس ان هو بيقول فرق باعلى مستوى، دول الثمان فرق من 54 دوله. يعني احسن ثمان فرق في 54 دوله. صح. يعني انت عندك بره لما تشيل الثمانيه يعني في 46 فريق. بعد كفايه ان احنا نقول تونس والجزائر والمغرب، وكفايه ان احنا نقول دول احسن 8 فرق في 54 دوله. تمام. كابتن اسامه، مع ان انا مش عايز اتكلم على المنتخب الاول الحقيقه، لكن اعتقد ان كابتن حسام البدري النهارده بعد ما اكيد اتفرج على مباراه المنتخب الاولمبي ممكن يشم نفسه شويه. بمعنى ايه؟ انا هاخدها من الناحيه الايجابيه مش هاخدها من الناحيه السلبيه، لانه النهارده مباراه المنتخب الاول، ويعني احنا ما عندناش وقت كتير، لكن مباراه المنتخب الاول كلها سلبيات. طبعا. ضد منتخب كينيا كلها، يعني ما فيش حاجه ايجابيه تقدر تتكلم فيها. لكن الايجابيه هاخدها من المنتخب الاولمبي برضو، ان هو الكابتن حسام البدري النهارده لما هيجي يفكر هيقول لك انا عندي مصطفى محمد اهو هيلعب معايا بعد جزر القمر، يعني خلال الفتره القادمه عندي رمضان صبحي هيلعب معايا، عندي احمد ابو الفتوح ممكن اخده يلعب معايا، عندي عبد الرحمن مجدي ممكن اخده يلعب معايا، عندي كريم كريم الباك رايت العراقي اخده يلعب معايا، عندي ثلاثة سردباكات اقدر اخد اي واحد فيهم العابه معايا، عندي اثنين في وسط الملعب ممكن برضو يزقوا معايا، يعني ال11 لاعب عنده فاترينا يقدر يختار منها. بس في الاخر مش هيقدر ياخد المنتخب كله. كان لو احنا بنتكلم النهارده عن تجربه، ما هو انا لازم يعني مباراه مصر من الاولمبي منتخب الاولمبي لغايه اكيد هياخد فيه عناصر مهمه زي رمضان صبحي زي مصطفى محمد، يعني ده ترشيح اساسي ان يكونوا موجودين، ويكونوا موجودين كان في التشكيله الاساسيه مع المنتخب الاول، لكن عشان ظروف البطولتين هنا وهنا فطبعا هيكون بعد مباراه جزر القمر. النهارده واحنا بنتفرج على مباراه مصر وكينيا انا حاسس ان انا بتفرج على مباراه وديه، اقل مش يعني تقسيمة. الروح حتى لما اللعيبه تفقد الكوره مفيش ضغط من بدايه المباراه، تفقد الكوره في نص الملعب مفيش الضغط مفيش الشده حتى مفيش الاقبال الجماهيري، فانا حاسس ان انا بتفرج على مباراه زي بوتسوانا وزي ليبيريا بالظبط، هو مشابهه ليها. لكن النهارده كان برضو عشان يعني في اخطاء او في خطا النهارده هو عنصر محوري في المباراه كلها، وانت النهارده متقدم تغييره مجدي قفشه وانت بتخرج مجدي قفشه وتنزل النني، ما ينفعش. النهارده انت بتلعب كينيا وبتلعب على ملعبي وعايز اكسب وعايز ازود الاهداف، اطلع مجدي قفشه المحور اللي بيربط الخطوط بينه وبعض عشان انزل النني، النني مع نزوله خطا بيرجع الكوره خطا هدف، تغييره يعني كانت يعني غلط، وكمان هي اللي قلبت سير المباراه. الشوط الثاني كينيا طبعا الشكل بتاعها افضل، بالرغم ان انا قلت يعني كينيا كان عندها تحفظ في بدايه المباراه، كانت بتلعب على الهجمه المرتده، كان ليها فرص اخطر في الشوط الاول، كانت هي الاقرب للتسجيل، لكن ربنا كافئنا بهدف غلطه الحارس في نهايه الشوط الاولاني. قلت الشوط الثاني الشكل بقى يبدا يتحسن، النهارده انت كسبان هدف نازل الشوط الثاني ممكن تلاقي فيه مساحات في ظهر مدافع كينيا تقدر تستغلها، لكن الشوط الثاني الشكل كان للاسف كان أسوأ كمان من الشوط الاول. زي ما بقول لك التغييره بتاعت مجدي قفشه بالنني دي كانت يعني نقطه مهمه اثناء سير اللقاء، دي اللي ركبت كمان كينيا المباراه اكتر. لكن لو شفنا على مدار 90 دقيقه لا يعني كينيا كان ليها فرص اخطر، كان ليها هجمات اخطر على مرمى الشناوي النهارده تصدى لكذا كوره ممكن نقول عليها هدف. النهارده كمان اللاعب اللي خد كره واخترق من نص الدفاعات وصدها في الشناوي. بص يا كابتن اسلام، النهارده التجربتين بتوع ليبيريا وبوتسوانا ما كانوش في محلهم تماما. انت ما كنتش راضي بالفعل. النهارده علشان تقدر تدخل او تقدر تشوف لعيبه جديده لمنتخب مصر، انا ما اقدرش اشوف 20 لاعب، احنا مش اختبارات، هي الفكره انا عندي القوام الرئيسي العب بيه وفي حدود المتاح ممكن ادخل ثلاث عناصر اشوف الاخبار ايه، هل في انسجام؟ لا كان في الفتره اللي فاتت عشان الفتره اللي كان في عدد كبير جدا داخل من اللعيبه. النقطه الثانيه برضو والمهمه، منتخب مصر بمحمد صلاح حاجه ثانيه خالص وبدون محمد صلاح حاجه ثانيه،
يعني عشان برضه حماده وده حماده منتخب مصر محمد صلاح حماده ومن غير محمد صلاح حماده تاني وده حقيقي ده حقيقي محمد صلاح هو موجود في المباراه 2 3 اي كوره اي كوره بتيجي ناحيه محمد صلاح وبيستحوذ عليها وبيستلمها في بتشم انت ريحه خطوره وانت بتتفرج الكوره دي عارف ان في حاجه هتتعمل في هجمه في سرعه وجوده في الملعب كمان بيدي حماس للعيبه قائد جوه الملعب فالنهارده ولامم حواليه اسامه معلش من الفريق المنافس 2 3 طبعا واقفين حواليه فانت عندك فرصه ان تريزيجيه يبقى افضل عندك فرصه ان اي حد يعني بيلعب في الاماكن الاخرى ان هو يبقى افضل بس يعني عشان برضو يعني ندي محمد صلاح ومحمد صلاح ولا كابتن فتحي شكلك مش متفق معايا في النقطه دي احنا قدامنا بالظبط 5 دقايق فعشان كابتن فتحي هقول حاجه بس انا بس عايز اسال سؤال يا كابتن لانه سؤال مهم جدا والناس كلها بتساله مصر كلها دلوقتي بتسال لانه حتى كمان الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني طلع بعد المباراه وقال ان ايقاف الدوري ايقاف الدوري اثر على المنتخب بشكل سلبي طب على هنلقي اللوم على مين ما هو او الاخطاء مين السبب في هذه الاخطاء ومين السبب في هذا الاداء السيء للغايه بالمناسبه كابتن حسام انا عارفه كويس جدا كابتن حسام وانت بتتفرج عليه كده هو متاكد ان هو اداء وحش قوي بس هو بيطلع انا عارف هو بيطلع يعني سبب يقوله لانه مش لاقي اسباب تانية هو في حاجه بس عاوز انهي بيها بتاع المنتخب الاولمبي لحسن حظنا برضو معلش انا اسف هنرجع فيها ان احنا هنلعب يوم الثلاث المجموعه هتلعب بكره يعني احنا هناخد يوم راحه زياده عندنا 4 ايام اما المجموعه اللي هتلعب بكره اللي احنا هنلعبها هتاخد 3 ايام فدي ميزه لنا لمنتخب مصر بالنسبه للحاجات دي عشان كمعلومه تبقى نقفلها كده تمام نيجي بقى لمنتخبنا الوطني الاول للاسف احنا كابتن اسلام مش عاوزين هم هيئوا الناس ان كينيا فرقه ضعيفه والمجموعه فرقه ضعيفه تمام نمره واحد وده غلط بدليل ان جزر القمر فازت على توجو في توجو 1-0 في لومي عاصمه توجو 1-0 بقى 3-1 اذا هم كسبانين اذا فرقه زي دي كسبانه مين يقول لك جزر القمر دي ما بتعملش حاجه فالناس هنا كانت مهيئه او ما اعرفش السوشيال الاعلام او المسؤولين او اي حد ايا كان للاسف كره القدم في افريقيا تغيرت والخريطه اتغيرت فاحنا مهيئين نفسنا ان كينيا هنكسبها 5-6 على مين نلقي اللوم يا كابتن بعد دي انا بقول بس الحته بس. الاولانيه التهيئه النفسيه للمشاهدين والمتلقي ان قدامك فرقه ضعيفه واحنا لازم نجيبها دي حاجه نيجي بقى لفرقتنا انا بقول الاداء الجماعي مفقود مظبوط يعني الاداء الجماعي للفرقه كلاعبين مفقود حضرتك تفضلت قلت ان في مجموعه لعيبه في المنتخب الاولمبي يقدروا يوصلوا مش هيصلحوا الموقف فعلا لا 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 اللي صلح يعني عندنا رمضان ومصطفى دولت اللي ممكن دلوقتي لان اللعيبه اللي عنده عند كابتن حسام لعيبه متميزين لعيبه كويسين لعيبه عندهم خبرات واداء ولعبوا ماتشات كتير بس هي المشكله الاداء الجماعي الفرقه مش مربوطه لا دفاعيا ولا هجوميا مفيش انسجام يعني مفيش ربط الفرقه مش متربطه في افراد في فرديه بس هل ده مرتبطين وقت ما بنفقد الكوره كل واحد دوره ايه وبنرجع وبنقفل ده معلش يا كابتن فتحي ده ياخدنا بقى يبقى التجربتين بتوع بوتسوانا وبتوع ليبيريا الافضل كنت تثبت تيم عشان تعمل التجانس دوت يبقى عندك جمعيه وتقدر تشوف 2-3 لعيبه في حدود المتاح يبقى يعني انت بتعمل التجانس او الجماعيه اللي حضرتك بتقول عليها مفقود على كده الفرقه اللي تغييرات كتيره في الماتشين احنا انت ليه بتقول المباراه وديه ليه بتقول مفيش حماس ليه بتقول كده لان لو في جماعيه هيبقى في حماس اما في فرديه خلاص مش هتلاقي ما تحسش بالحماس الحماس والشعور باضافه حته الجمهور وكده وغلطه مين انهم يوافقوا على ماتش زي ده في يوم مباراه احنا عندنا هنا برضو دي اعتقد ده الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي بس احنا كنا لازم نرد عليهم ونبعت نقول احنا بننظم هذه البطوله امبارح يا كابتن اسلام لاعبين 11 مباراه 11 مباراه في التصفيات كاس ما كنا احنا لعبنا الماتش امبارح ايه المشكله يعني من ضمن ال 11 كانوا يلعبوه امبارح وبعدين او بكره في ماتشات كانوا خلوها الماتش بكره وياخروا اليوم بتاع جزركم يعني مش هنخرج على الحته دي يمكن عشان اصلاح للجمهور وحته كده للاتحاد لو سمحتوا انتوا كنتوا بعتوا للاتحاد الافريقي تقولوا لهم كذا فانا انا شايف الجماعيه هي اللي فقدتنا الروح وعدم الاهتمام الجماهيري حسستك ان هي مباراه وديه طيب كابتن ماهر
هنفضل كده لغايه امتى؟ بمعنى ان الناس عماله تسال تسال تسال. احنا انا مش عايز اتكلم في تفاصيل الماتش لانها تفاصيل محبطه ضعيف. جدا لا ومحبطه جدا للناس يعني لولا الحقيقه التالق للمنتخب الاولمبي كان هيبقى فيه النهارده احباط كبير، لكن الحمد لله المنتخب الاولمبي ادى بشكل جيد. فعشان كده بسال حضرتك هنفضل كده لغايه امتى؟ انت عندك ماتش كمان 4 ايام لا قدر الله لو حصل فيه حاجه، ما انت خلاص بقى جزر القمر كسبت منتخب توجو في توجو فانت الله اعلم انت رايح تلعب جزر القمر في جزر القمر، لازم اللاعبين اللعيبه اللي موجوده او المجموعه اللي اختارها كابتن حسام يعني برضه الله يكون في عونه. انا مش عايز القي عليه اللوم كله لانه هو جاي برضه متاخر ويا دوبك جمع اللعيبه. هو الشغل الجماعي اللي قال عليه كابتن فتحي اسلام مهم جدا في المنتخبات. امتى كابتن؟ عكس الانديه بكره الجمعه مسافرين. انت 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 في المنتخبات بتحفظ وبتجبر اللعيبه على الجمل التكتيكيه، بيبقى شغلك كله معظمه تكتيكي، يعني عناصر اللعبه اللياقه البدنيه الحاجه الفرديه موجوده في النادي بالظبط كده. فانا المنتخب بروح عشان اشتغل على طريقه اللعب والشكل اللي هدي بيه دفاعين هجوميه. أيوه. خلاص فالنهارده احنا ما شفناش الكلام ده. عايز اقول لك ان المدير الفني الشاطر بيبقى بسرعه، يعني احنا ليه كلنا قلنا ان فايلر ده مدير فني كويس محترم، لانه بسرعه قدر يخش يحفظ اللعيبه والشكل والاداء والمنتاليتي والعقليه بتاعت اللاعب المصري، وبدا هو كمان من خلال العناصر دي يقدر يحط التشكيله ويحط الخطه المناسبه اللي يقدروا يؤدوها. لكن احنا النهارده مع كابتن حسام خدنا وقت في المباراه الحبيه، خدنا وقت المباراه الحبيه كان الهدف منها ان انا اثبت التشكيل ويبقى التغييرات عباره عن 2 3 4 لعيبه بالكثير قوي، ومن خلال المباراه الحبيه اقدر العب بالتشكيله المناسبه اللي هلعب بيها مباراه كينيا اللي هو النهارده وطريقه اللعب والشكل الاداء. طيب بالنسبه للكابتن هشام معانا احد نجوم المنتخب الاولمبي كابتن اسامه جلال مدافع منتخبنا الاولمبي. اسامه ازيك؟ الو 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 يا اسامه ازيك؟ الف مبروك هذا الاداء الرائع الحقيقه. الو يا اسامه. كابتن اسلام ازيك يا حبيبي؟ انت على الهوا. ازيك يا كابتن اسلام؟ ازي حضرتك؟ تحياتي الكابتن فتحي نصير، الكابتن ماهر همام، الكابتن اسامه حسني. يعني النهارده بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا جدا، كل اللاعبين الحقيقه النهارده ادوا بشكل رائع جدا. عايزين نعرف بس سر الموضوع يا اسامه، يعني ثلاث مباريات بروح عاليه جدا وباداء رائع جدا، كل المصريين فرحانين بادائكم. طبعا اول حاجه بحيي الكابتن اسامه حسني والكابتن ماهر همام. ومين تاني؟ كابتن فتحي نصير. كابتن نصير؟ كابتن فتحي نصير ده حضرتك. طبعا الحمد لله، طبعا اول حاجه ان اللعيبه كلها رجاله وحاطين، احنا حاطين سيناريوهات كتير قوي من قبل البطوله. ايوه. عادي ممكن يجي فينا جون ونعوض، سواء جبنا جون ممكن يجي فينا جون تاني ونعوض، والجمهور طبعا رقم واحد بصراحه كابتن، الناس بتساندنا بطريقه يعني غير طبيعيه بصراحه. الجمهور بيقفل الملعب يعني حاجه محترمه بصراحه. يعني كان احساسكم ايه في اول مباراه ما كانش فيه جمهور كويس، ولكن بادائكم في المباراه الثانيه جه جمهور اكتر، في المباراه الثالثه الحقيقه تقريبا الاستاد على اخره، اعتقد في مباراه الدور قبل النهائي هتلاقوا الاستاد مليان على اخره، كان احساسكم ايه يا اسامه؟ والله يا كابتن اسلام احنا يعني انت عارف ان احنا لسه جداد شويه فما حضرناش موضوع جمهور قوي. الموضوع بيفرق 100%، يعني حضرتك شفت الماتش اللي فات الموضوع فرق معانا 100% في حته ان احنا نرجع والناس وهي بتقول يا رب لا الموضوع فرق معانا 100%، لا ربنا يا رب يكرم ان شاء الله ويكونوا موجودين معانا الفتره الجايه ويقفلوا الاستاد يا رب باذن الله. امتى حسيت ان انتوا هتكسبوا المباراه دي؟ او انا عايز اتكلم عن مباراه غانا اكتر، امتى حسيت ان انت هتكسب هذه المباراه على الرغم من ان انت مغلوب 2-1 وبعدين اتعادلت في الدقيقه 82، ولكن احنا كنا قاعدين حاسين ان انتوا حاسين ان انتوا هتكسبوا؟ والله يا كابتن احنا برضه حاسين من الملعب برضه بصوت الجمهور وبرجوله اللعيبه اللي في الملعب، بكل واحد حتى لما جه فينا الجون الثاني لا كل واحد مركز، سواء كمدافع مركز لا خلاص نقف بقى ما يجيش فينا جون ثاني، وفي نص الملعب مركز ان هو يقدر يقطع الهجم من نص الملعب، فالمهاجمين من قدام اللي بيدولهم يحاول يخلص ما كانش في توفيق في كور كتير، بس التركيز لحد اخر دقيقه كابتن فرق معانا كتير جدا، واللعيبه قلبها كابتن على قلب بعض، ما حضرتك شايف اللي بيغلط الثاني بيحاول يغطيه، ما فيش واحد مثلا غلط والثاني يسيبه، كله قلبه على قلب بعضه وان شاء الله يكون الفرقه هي رقم واحد. تتوقع تلعبوا مين المجموعه الثانيه؟ طيب تتوقع تلعبوا مين المجموعه الثانيه يا اسامه؟ اتوقع هم الاربع فرق تقريبا عندهم امل ان هم يصعدوا. يعني انتوا لعبتوا جنوب افريقيا اعتقد. انتوا لعبتوا جنوب افريقيا خلاص. يعني شفتوا جنوب افريقيا شفتوها، فهل عايزين تلعبوها تاني؟ عايزين تلعبوا منتخب زامبيا، منتخب نيجيريا، اكيد بتتفرجوا على المباريات.
بالظبط. بص يا كابتن، هو الموضوع في الاول وفي الاخر بيقف على حالتنا احنا. احنا كويسين هنقدر نكسب اي حد بغض النظر بقى هم جامدين او مستواهم في الماتش وحش. لا احنا طالما كويسين ورجاله في الملعب هنكسب اي حد، وبنقعد الناس ان شاء الله ان احنا نعمل اللي علينا باذن الله ونعمل احسن حاجه عندنا ونفرحهم يا رب. تعليمات الكابتن شوقي غريب ليكوا كانت ايه النهارده تحديدا في ظل انتوا خلاص ان شاء الله يعني بسم الله ما شاء الله وصعدنا، ولكن مباراه صعبه النهارده الكل ادى بشكل جيد جدا، كان احساسك ايه برضه؟ اتفضل يا كابتن. لا اتفضل يا سام. بص يا كابتن احنا من قبل الماتش يا كابتن صاعدين وكل حاجه، بس انت عارف حضرتك لما قبل البطوله نكسب اول ماتش وبعد كده نكسب ثاني ماتش، لا في طبعا ان احنا نكسب ثالث ماتش، خصوصا ان احنا لو ما كناش كسبنا النهارده ما كنا خسرنا مثلا لا قدر الله، كانت الكاميرون هتعدينا هتبقى فوقنا. الماتش الجاي هنروح نلعب في استاد السلام الساعه 5 هيبقى الموضوع صعب، وبعد كده احنا وبعدين احنا في ملعبنا، فما ينفعش ان احنا نفكر ان احنا ننزل نتعادل او نخسر. في ملعبنا بنلعب مين، ننزل اول حاجه نكسب حتى لو ماتش تحصيل حاصل او حاجه، لا اول حاجه ان احنا نكسب يعني احنا ماتش، فاهم يا كابتن؟ طبعا. اهم حاجه يعني كله كان مركز من قبل الماتش والله يا كابتن ان احنا ننزل نكسب بس. قبل اخيرا يعني يا اسامه قبل المباراه احنا شفنا فيديو، معرفش هل كان قبل بقى المباراه على طول لرمضان صبحي، كلكم متجمعين وكل واحد فيكم بيقول كلمه، اعتقد الكلمه دي مأثره مع الناس كلها، يعني لو بتتفرج او بتبص على السوشيال ميديا حاجه جميله جدا، وكل واحد فيكم بيقول كلمه، ورمضان ككابتن للفريق الحقيقه كان عامل عايزين تطلعوا اول وروح حلوه بين اللعيبه والكلام ده، اعتقد ان ده شيء جيد جدا يا اسامه. رمضان طبعا من يعني من الاسباب اللي هي راجل لم من الفرقه، راجل كابتن فريق خبره كبيره طبعا، لعيب كبير ما شاء الله عليه يا رب ربنا يكرمه، وراجل لم من الفرقه مفيش بقى مش حاطط دماغه لا انا كابتن الفرقه زي لا هو زيه زي اي حد في الملعب بيجري اكتر من اي حد وكده، وكل واحد حاطط دماغه ان هو يكون احسن لعيب في الفرقه، فطالما كل واحد حاطط دماغه ان هو يكون احسن لعيب في الفرقه وقلبه على قلب زميله. وفي حاجه برضه يا كابتن مش احنا مش عايزين ندعي على الناس اللي بتيجي، برافو عليك، برضه ان احنا لا يا كابتن ما ندعي الناس اللي بتيجي وبتيجي كل ده، وفي ناس بتيجي بالسفر وكده عشان تيجي تتفرج علينا في وقت متاخر، لا الناس دي ما ينفعش تروح زعلانه، فربنا يكرمنا يا رب ونقدر نفرحهم ان شاء الله ونكسب البطوله باذن الله. يا رب يا اسامه، واحنا مستنيينكم ان شاء الله يوم الثلاث تسعدوا الشعب المصري اولا بالصعود للاولمبياد ان شاء الله، بعد كده بالفوز بهذه البطوله. انا بشكرك جدا يا اسامه والف الف مبروك. الكباتن معاك في الاستوديو كابتن اسامه وكابتن ماهر وكابتن مصيف. الله يخليك يا اسامه، الف مبروك يا اسامه، وتستحقوا الحقيقه كل التحيه وكل الاشاده اللي طالعه من كل الناس الحقيقه. كابتن فتحي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كابتن ماهر انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كابتن اسامه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هستقبل دكتور احمد ثابت سريعا جدا، هنتكلم لان احنا عندنا الساعه 11 اعتقد ملك وكتابه، فهنحاول في خلال 5 دقائق 10 دقائق نخلص دكتور احمد ثابت يقول لنا اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بالمباراتين بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، قبل نهايه هذه او قبل نهايه هذه الحلقه خلوني ارحب بالدكتور احمد ثابت سريعا جدا، نتكلم عن اهم الارقام الخاصه بمباراه منتخبنا الاولمبي، لان هناك لو اتكلمنا على الارقام المنتخب الاول هتبقى ارقام سلبيه فقط، ما فيش اي ارقام ايجابيه مع منتخبنا الاول، وبالتالي خلينا نتكلم عن اهم الارقام الايجابيه الخاصه بمنتخبنا الاولمبي. ازيك يا دكتور؟ اتفضل على طول. في البدايه طبعا الف مبروك لمصر الصداره والعلامه الكامله، النهارده انت اول يعني المنتخب الوحيد في البطوله اللي بحقق العلامه الكامله، 3 فوز. النبي بلاش الكلمه دي عشان خاطري يعني عديها، بس دي حاجه مؤشر ايجابي ان انت اقوى خط هجوم وعندك هداف البطوله زي مصطفى محمد. في يعني انا عاجبني قوي النهارده اهم حاجه التكتيك بتاع كابتن شوقي غريب بصراحه. غير اكتر من تطور مره، تطور بشكل يعني بجد، انا بحيي الكابتن شوقي غريب لان في ناس الحقيقه برضو ما زالت لكن بتهاجم الكابتن شوقي، ولكن انا شايف ان هو في المباراتين دول تطور بشكل كبير جدا، بيغير يعني التكتيك كتير جدا، يعني هو لعب 3-4-2-1، النهارده رمضان صبحي كان مركزه مختلف، لعب في 3 مراكز، في البدايه لعب كارتكاس تاني جنب اكرم توفيق، وهنا كان امام عاشور وعبد الرحمن مجدي وقدام مصطفى محمد، بعد كده هو حس ان رمضان في الشوط الاول مش نفس الماتش اللي فات،
فراح اعمل ايه؟ راح مودي رمضان ناحيه الشمال نزل إمام عاشور. ومودي امام عاشور هنا نفس الفكره بالظبط. بعد كده بعد ما جبنا جون عمل تغيير حلوه جدا راح مقفل الملعب ومنزل احمد رمضان بيكهام اللي عمل ماتش نموذجي في وسط الملعب ومطلع من ورا منزل محمود الجزار ومخرج امام عاشور. ليه؟ لان امام عاشور تعب ويعني بدنيا مجهوده خلص فراح مطلع بالظبط نفس الشكل ده راح مطلع منزل محمود الجزار هنا وبدل عنده كذا لعيب جوكر. يعني رمضان صبح لعب في ثلاث مراكز لعب ارتكاز ثاني بعد كده في بدايه الشوط الثاني لعب جناح حتى الكوره اللي جا منها الهدف بتاع الضربه الركنيه ده كان رمضان صبح هو اللي بادئها هي اللي طلعت ضربه ركنيه. بعد كده في اخر ربع ساعه بدا يحوله كمهاجم مكان مصطفى محمد. مصطفى محمد اتحول كجناح وهو بحيث ان هو يستغل حتى الكره اللي راح فيها انفراد شويه برده. ورمضان يقدر في حته السرعات عنده حته السرعات اكتر من مصطفى محمد يقدر يغذي الحته الهجمه المرتده لمنتخب مصر. فبصراحه مباراه فيها تكتيك ممتاز جدا من كابتن شوقي غريب يستحق بصراحه رجل المباراه. المباراه الثانيه بيتدخل برده بالتغييرات. يعني المباراه اللي فاتت لما نزل عبد الرحمن مجدي وحس ان الفرقه بتهاجم من جبهه واحده راح منزل عبد الرحمن مجدي. النهارده بيعمل تغييرات بصوره ممتازه جدا. كمان اللي ياكد كده ان الاهداف النهارده منتخب مصر مسجل 6 اهداف في البطوله منهم 3 كرات عرضيه من الطرفين. ده شغل مدرب. انت بتلعب بثلاثه ورا بتدي حريه للظاهرين ان هم ينطلقوا اهي قدامنا على الشاشه. 3 كرات عرضيه من الطرفين، 2 ضربات ركنيه. ما الضربات الركنيه ده برده شغل مدرب في زي ما قلنا منتخب الكاميرون. نقطه قوته الضربات الركنيه واتكلمنا عليها وجابوا منها هدف قبل المباراه. برده كابتن شوقي غريب من ضمن مميزاته ان هو بيحفظ لعيبته الضربات الركنيه. أيوة. وهدف تسديده اللي هو تسديده ثم المتابعه. ده نظام الست اهداف. الست اهداف بياكد ان في بصراحه حاجه محترمه جدا من كابتن شوقي غريب. الحاجه الثانيه التوظيف رمضان صبحي في 3 مراكز. الحاجه الثالثه اكرم توفيق. اكرم توفيق قدم مباراه هايله جدا 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 ومكسب كبير جدا لمنتخب مصر وللنادي الاهلي في المستقبل. بصراحه اعتقد ان هو نضج واتطور. يمكن هو ثاني اكتر لاعب قطع الكوره في المباراه. رقم واحد اللي كان مع حضرتك على التليفون اسامه جلال مدافع انبي برده بيقدم بطوله كبيره جدا يعني عظيمه جدا. اكتر لاعب قطع كوره في المباراه اسامه جلال 16 مره واكتر لاعب فاز بالتحامات هوائيه 7 مرات. الثاني اكرم توفيق 15 مره. اكرم توفيق ما كانش يعني هو يعتبر اصلا ان احنا بنلعب بارتكاز واحد بس لان رمضان مهاجم بيهاجم. يعني رمضان دايما بيميل ان هو يهاجم فاكرم توفيق بيشيل الحته دي لوحده. غير كده اكرم توفيق النهارده اكتر لاعب في المباراه صنع فرص. صنع منهم الفرصه اللي تسببت في الهدف الاول. وبالتالي اكرم توفيق قدامنا ارقامه على الشاشه. دقه تمريراته القصيره 89.5. عمل 3 تمرير طولي الثلاثه صح. تاني اكتر لاعب قطعا للكرات 15 مره بعد اسامه جلال. ايوه اكتر لاعب صنع فرص 3 واكتر لاعب حصل على اخطاء 3. ده دليل ان اللاعب ده تفوق على الاثنين الارتكاز او الثلاثه بتوع الكاميرون. لما ياخد فاولات منهم كتير يقطع الكره كتير يصنع فرص قام بدور دفاعي ودور هجومي. وواضح جدا ان اكرم توفيق نضج بشكل محترم جدا. برضو احمد رمضان بيكهام. احمد رمضان بيكهام لعيب كورته حلو قوي بصراحه. انا مستخسره في مركز المساك سواء مع المنتخب او مع دجله. لما طلع وتقدم في الشوط الثاني مهاري هيجيب جون حلو بس جت في اللعيب بس كان هيجيب جون. عدى من كوبري كده وراح شايطها. هو عامل 4 مراوغات ناجحه في المباراه. فاحمد رمضان بيكهام عمل بيتطور بشكل كويس جدا. كورته حلوه بصراحه. لما نزل كارتكاز بيأدي كمان افضل من ميستو كمدافع. يمكن هو مع تكيس في وادي دجله بيحبه عشان بيحضر الهجمه وكورته حلوه. ما ننساش طبعا اللي اخذ رجل المباراه وهو هداف البطوله مهاجم من طراز فريد مصطفى محمد. مصطفى محمد بصراحه يعني يعتبر واحد من افضل يعتبر افضل مهاجم في مصر حاليا. احنا مفتقدين النوعيه دي من المهاجمين. انت بتتكلم في الارقام دقه تمريراته النهارده 33.3 يمكن هي مش عاليه بالنسبه للمهاجم على فكره. دقه التمريرات مش قوي يعني ما بتهمش قوي. اللي يهمك احرز اهداف هدفين. راجل خلص لك الماتش بالهدفين بتوعه هداف البطوله. المحاولات على المرمى 3 الثلاثة صح ما بين الثلاث خشبات. اللي يهمك برضو في المهاجم الضغط العالي اللي كان بيعمله او مساله الدور الدفاعي. قطع الكره 5 مرات النهارده مصطفى محمد. كنا بنشوفه احنا قلنا قبل المباراه ان الكاميرون خطرتها في الضربات الركنيه وجابت هدف من الضربات الركنيه ولكن مصطفى محمد بصراحه كان بيرجع في الضربات الركنيه وكان واضح ان دي تعليمات من كابتن شوقي غريب ان هو كان بيمسك القائم القريب. اكتر لاعب فاز بالتحامات ثنائيه ودي حاجه يعني تاني من الناحيه الهجوميه لان اسامه جلال من الناحيه الدفاعيه هو فاز بسبع التحامات. من الناحيه الهجوميه مصطفى محمد فاز بخمس التحامات وبالتالي استحق رجل المباراه وهو هداف البطوله واعتقد مكسب كبير جدا لمنتخب مصر. برضو عبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن مجدي بصراحه جناح واعد جدا مميز قوي. عبد الرحمن مجدي في الجبهه اليمنى ولكن عبد الرحمن مجدي عنده انا شايف اللمسه الاخيره عنده مش حلوه. يعني اللمسه الاخيره يعني مثلا هو عامل 8 عرضيات واحده بس اللي صح.
عامل محاولتين ولا واحده صح، فهو عنده تكنيك كويس بس محتاج اللمسه الاخيره. اللمسه الاخيره لو ظبطت مع عبد الرحمن مجدي، لو اتطور بشكل اكتر من كده، اعتقد ان هو هيكون واحد من افضل الاجنحه في مصر. برضو امام عاشور قدم مباراه كويسه جدا وصنع اسيست بالنسبه لاول مباراه هايل، وبيجيب البدني بتاعه، يعني هيجي الجانب البدني بتاعه هيجي لما بيلعبوا النهارده 65 دقيقه. لا قدم مباراه كويسه وعمل اسيست. برضو كريم العراقي باك يمين عمل اسيست ممتاز وعمل مباراه كويسه جدا، واحد من اللاعبين في الثلاث مباريات بصراحه، يعني مكسب. احنا كنا بنتكلم ان احنا عندنا مشكله في الباك اليمين، بيقدم كريم العراقي بيقدم حل في المركز ده بصراحه في مع المنتخب الاولمبي. برضو حراسه المرمى محمد صبحي حل مميز جدا في المكان دوت. احمد ابو الفتوح النهارده ما ظهرش بالشكل اللي كان ظهر عليه بالماتشين، ليه؟ بس ما كانش وحش، ما كانش وحش طبعا، بس ما كانش يعني النهارده مثلا هو عامل اربع عرضيات، الماتشات اللي فاتت كان بيعدل 10، فده دليل ان هو برضو كانت تكون تعليمات من كابتن شوقي. وكمان عدم وجود رمضان صبحي امامه، صح، رمضان صبحي لما بيبقى قدامك بيريحك كتير جدا. النهارده رمضان صبحي ما كانش موجود قدامه في الشوط الاول، زي ما قلنا ان هو كان بيلعب ارتكاز تاني جنب اكرم توفيق، وبالتالي امام عاشور اللي كان جنبه كانوا مكلفين بتعليمات دفاعيه واضحه جدا. اخيرا برضو احنا اتكلم الدكه التغييرات، زي ما قلنا محمود الجزار كان النوع من التامين ان هو عايز يحافظ على المكسب، وده دور المدرب ان انت ازاي تحافظ على المكسب، وازاي التايمنج بتاع التغييرات بتاع كابتن شوقي غريب محترم جدا. واحمد ياسر راين طبعا كنوع من التنشيط الهجومي، صلاح محسن برضو كنوع من التنشيط، وعشان مصطفى محمد يستحق التحيه من الجماهير. ما ننساش برضو ان الدور الجماهير مهم جدا 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 مع منتخب مصر الاولمبي، الحضور في اخر مباراتين ليه دور مهم جدا في حلاوه الاداء والمتعه. اعتقد ان بالاداء ده منتخب مصر قريب جدا، مش بس ان هو يصعد اولمبيات، ان شاء الله ان شاء الله ممكن ناخد البطوله. مش عايزين نقطع ان شاء الله، ربنا يكرمنا والامور تمشي بشكل جيد جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد. شكرا جدا وكل التوفيق لمنتخب مصر في اللي جاي ان شاء الله. الف الف مبروك لمنتخبنا الاولمبي، الصعود للدور قبل النهائي ان شاء الله. مستنيينكم يا رجاله يوم الثلاث في مباراه مهمه جدا جدا يستطيع بها منتخبنا الوطني الوصول الى منتخبنا الوطني الاولمبي الوصول الى أولمبياد طوكيو 2020. كل الأمنيات الطيبة لمنتخبنا الوطني الأولمبي في مباراة يوم الثلاث. وطبعا هنبقى نتكلم بقى خلال الحلقات قبل الفترة اللي جاية عن منتخبنا الوطني الأول، لأن هناك سلبيات كثيرة جدا جدا في مباراة اليوم، لكن اللي عمله منتخبنا الأولمبي حاجة جميلة جدا جدا. كل الأمنيات الطيبة للمنتخب الأولمبي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. إن شاء الله عندي حلقة هامة جدا يوم السبت القادم في برنامج سهرة مع. سهرة مع هيستضيف واحد من نجوم النادي الأهلي وواحد من أهم وأفضل المدافعين اللي موجودين أو اللي كانوا موجودين في مصر خلال الفترات الأخيرة، واحد من أهم وأفضل المديرين الفنيين اللي موجودين حاليا في مصر، النجم الكبير كابتن عماد النحاس. كابتن عماد النحاس هيكون ضيفي على الهواء مباشرة يوم السبت في تمام الساعة 11 في برنامج سهرة مع. إن شاء الله هستنى طبعا كالعادة كل أسئلة حضراتكم وكل ما يخص عماد النحاس. أي أسئلة تبعتوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك أو على هاشتاج اسأل عماد النحاس. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وانتظرونا إن شاء الله يوم السبت القادم وحلقة جديدة ومفاجأة جديدة من مفاجآت قناة النادي الأهلي في برنامج سهرة مع النجم الكبير عماد النحاس.